العاشرة حسب توقيت ساعة بغداد. أهلا بكم مشاهدين في حصاد الليلة من الشرقية والشرقية نيوز، يرافقكم فيه من استديوهاتنا في لندن مظفر قاسم. شكرا آية، شكرا عمر، أهلا بكم مشاهدين الكرام. أيضا في هذا الحصاد ملفات عدة، منها أمنية ومنها سياسية، وسنناقش أيضا من لندن ملف ديالة الأمني ووجهات النظر المختلفة حول قضية ديالة. شكرا عمر وآية. ومن هنا من عمان عمر محرف وآية علقم. تحية لك آية. مشاهدينا أهلا بكم، البداية بالعناوين. أسبوع على جريمة اغتيال سيف الحسن في ديالى والجناة بلا عقاب، واليونسكو تدين اغتيال مراسل الشرقية نيوز ومصورها. ميليشيات سائبة تختطف 3 أشقاء من أهالي قرية المخيس شرقية ديالى بعد أيام من ارتكاب جرائم قتل واختطاف وحرق 9 مساجد. المقدارية الوضع مسيطر عليه، حوادث القتل والسلب والنهب في عموم العالم. بعد ساعات من تصريحه عن مبالغة ما يجري بديالى وشهادته على تفجير المساجد واغتيال الشهيدين سيف والحسن، ترقية قائد شرطة ديالى المدينة التي تتعرض إلى الجرائم من عميد ركن إلى لواء ركن في خطوة تصعيدية ضد أهل المقدادية. أحمد المساري عضو لجنة التنسيق العليا رئيس كتلة اتحاد القوى: لم يحصل ما اتفقنا عليه مع رئاسة البرلمان، فاضطررنا إلى التمسك ببيان النواب وتدويل جريمة ديالى والمطالبة بقوات دولية. مجلس الوزراء يؤجل جلسته 24 ساعة إلى الأربعاء بعد قرار لجنة التنسيق مقاطعة وزراء اتحاد القوى لاجتماع الحكومة. هل سيحضر الوزراء جلسة الغد؟ مجلس صلاح الدين في أول جلسة له في تكريت يصوت على إعادة رئيس المجلس أحمد الكريم ومحافظ صلاح الدين رائد الجبوري. أهلا بكم إلى التفاصيل. اختطفت ميليشيات متنفذة 3 أشقاء من مواطني قرية مخيسة ضمن ناحية أبي صيدا شمال شرقي محافظة ديالى بعد أيام من ارتكاب جرائم قتل واختطاف وحرق 9 مساجد وممتلكات المواطنين في مدينة المقدادية المجاورة. ونقل مراسلون عن مصادر أمنية في المحافظة طلبت عدم ذكر أسمائها خوفا من بطش الميليشيات أن عملية الخطف جرت وسط القرية وأمام أنظار القوى الأمنية، وأن المخطوفين هم أبناء سالم لصميط أحد وجهاء القرية. في الأثناء قررت القيادة العامة للقوات المسلحة ترقية قائد شرطة ديالى العميد الركن جاسم السعدي إلى رتبة لواء ركن تقديراً لما سمته لجهوده في حفظ الأمن والاستقرار في المحافظة بحسب بيان، وذلك بعد أقل من أسبوع على تسجيل واحدة من أكبر جرائم الانتهاكات في المقدادية. وقال متحدث باسم شرطة ديالى إن وزارة الداخلية قررت رسمياً ترقية قائد شرطة ديالى العميد الركن جاسم السعدي الذي قال عشية تفجير 8 مساجد وترويع الأهالي وتهديدهم بالتهجير أو التصفية في المقدادية، قال إن الوضع في القضاء طبيعي، وتمت ترقيته إلى رتبة لواء ركن لكفاءته وقدرته العالية في إدارة الملف الأمني ولجهوده الكبيرة في محاربة الإرهاب والجريمة. وكان قائد شرطة ديالى وصف الأوضاع في المقدادية بأنها طبيعية، وأن مدن العالم عموماً تشهد أعمال قتل وسلب حسب تعبيره. وقال النائب عن ديالى وعضو لجنة التنسيق العليا غيداء قنبش إن ترفيع قائد شرطة ديالى إلى رتبة لواء ركن بعد أقل من أسبوع من تفجير المقاهي والمساجد يكشف كيفية استجابة الحكومة لطلبات المكون وللشريك السياسي.
وقالت قنبش إن ترقية قائد شرطة ديالى يرسل رسالة واضحة إلى المكون في ديالى وإلى دماء الأبرياء في مقهى الحي العصري وتفجير المساجد، مضيفة: نشكر الحكومة التي كان الأجدر بها تشكيل لجان تحقيق ومحاسبة القادة الأمنيين المسؤولين عن سطوة الميليشيات. هذه الحكومة مشكورة على هذه الرسالة التي وصلتها إلى محافظة ديالى وإلى قضاء المقدادية وإلى دماء الشهداء الذين سقطوا سنة وشيعة وإلى كذلك المخطوفين وإلى المهجرين وإلى الجوامع حتى بيوت الله، نشكرهم على هذا الموقف. وحتى نقول هذه واحدة أخرى أيضا ننقلها إلى المجتمع الدولي، هذه واحدة من 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 معاملة الشركاء في العملية السياسية. ونحن لا نقول يعني عندما نقول ندعمهم نقول في نفس الوقت من أمن يعني من أمن العقاب ساء الأدب، يجب أن يكون هناك محاسبة وإحالة إلى اللجان التحقيقية حتى لا تتكرر الخروقات. هذا وتمكن رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي من دخول قضاء المقدادية في ديالى لتفقد المقهى الشعبي الذي تعرض لتفجيرين متعاقبين والمساجد التي تم تدميرها من قبل ميليشيات سائبة غداتها أيام من التفجيرات وقيامه بزيارة بعقوبة وحدها دون زيارة مدينة المقدادية. وأشاد العبادي بأداء القوات الأمنية في ديالى، مضيفا أن الحكومة لن تسمح بحمل السلاح خارج إطار الدولة وأن أي سلاح خارج هذا الإطار يعد سلاحا لعصابات داعش ويحقق أهدافها. ولم يدخل العبادي قضاء المقدادية خلال زيارته الأولى إلى ديالى عقب جرائم تفجير المساجد وترويع الأهالي وتهجير السكان المحليين، واكتفى فقط بزيارة بعقوبة وتفقد أسواقها آنذاك. وقالت مصادر إن العبادي وصل إلى قضاء المقدادية وكان في استقباله قائد عمليات دجلة مزهر العزاوي ومحافظ ديالى مثنى التميمي وقائد الشرطة جاسم السعدي، الذي قال في وقت سابق إن الأوضاع في المقدادية طبيعية. وتفقد رئيس الوزراء المقهى الشعبي الذي تعرض إلى تفجيرين متعاقبين والمساجد المدمرة. الآن إن شاء الله نلاحق كل أذنابهم اللي يحاولوا يخربون النسيج الاجتماعي في داخل المقدادية وباقي المناطق. بالطبع الثير أمرت بتحقيق، لأن الثير الشبهة مجرد بعد التفجير يقومون أناس بتفجير مساجد وحرق مساجد، واضح أنه داعش إلها أذناب، وهؤلاء اللي يصيحون فجأة يحاولون يرجعون إلى المربع الأول، مربع الطائفية، والفتنة لن ينجحوا. واضح انكسارات اللي حققتها قواتنا البطلة على داعش الظاهر أرهقتهم، ولهذا يصعدون الآن منسوب الطائفية يريدون يرجعون إلى اليوم اللي فتحوا بأبوابهم إلى داعش وعافوا للأسف هؤلاء الناس الأبرياء تحت بطش داعش، وهم هربوا إلى عواصم أخرى ويريدون يعيدون الكرامة الأخرى. لن نسمح لهم اليوم. ويمر اليوم 3 أسبوع كامل على جريمة اغتيال فريق الشرقية نيوز في ديالى السيف الحسن على يد ميليشيات سائبة من دون محاسبتها ومن دون تقديم الجناة المعروفين أمنيا إلى العدالة. واغتالت ميليشيات سائبة في ديالى في مثل هذا اليوم من الأسبوع الماضي مراسل الشرقية نيوز الشهيد البطل سيف طلال ومصوره الشهيد البطل حسن العنبكي لدى عودتهما من قضاء المقدادية لكشف حجم الدمار والخراب الذي حل بالمساجد 9 التي فجرتها ميليشيات معروفة. ومر أسبوع دون أن تكشف لجان التحقيق التي اعتادت الأجهزة الأمنية على تشكيلها لتسويف المحاسبة، مر من دون كشف الجنات أو تفاصيل الجريمة البشعة التي هزت الأوساط الشعبية والسياسية في ديالى والعراق ومهدت لتدويل الانتهاكات في المحافظة. وإذ تنعى مجموعة قنوات الشرقية مجددا وأبدا شهداءها الأبطال على طريق الكلمة الحرة والمهنية، فإنها تؤكد بقاءها الصخرة التي يسقط كل من يتناطح معها، وستتخذ من هذه الفاجعة شرارة جديدة لمواصلة عطائها المهني والوطني. من جهتها دانت المديرة العامة لليونسكو إيرينا بوكوفا جريمة قتل المراسل التلفزيوني الشهيد سيف طلال والمصور الشهيد حسن العنبقي التي وقعت في بعقوبة في محافظة ديالى يوم 12 من الشهر الجاري. وقالت بوكوفا في بيان: إنني أدين جريمة قتل سيف طلال وحسن العنبقي، مضيفة أن استخدام العنف لإخراس الصحفيين يضعف حرية تدفق المعلومات ويقوض الحق الأساسي من حقوق الإنسان وتعني حق الحرية
حرية التعبير، وبالتالي يضعف قدرة الصحفيين على القيام بواجبهم المهني وهو إيصال المعلومة للجمهور. ودعت بوكوفا في البيان السلطات كافة لتقوم بكل ما يلزم من أجل التحقيق في هذه الجريمة وسوق المجرمين أمام المحكمة. أود أقول إذا كان الاستهداف لشخص سيف طلال فهناك العشرات من الصحفيين أمثال سيف طلال في محافظة ديالى ويستطيعون أن يخدموا أبناء المحافظة. وإذا كان الاستهداف لقناة الشرقية فقناة الشرقية مصنع الأبطال، وهي من صنع السيف طلال، وبإمكانها صنع جيل وافي من الصحفيين لنقل الحقيقة ومتابعة المفسدين. كشفت بعثة الأمم المتحدة الثلاثاء عن وجود خسائر بشرية مخيفة في العراق مع قتل نحو 19,000 مدني خلال عامين، ونددت المنظمة الدولية بالآثار الخطيرة والكبيرة للنزاع في العراق على المدنيين مع سقوط نحو 19,000 قتيل وجريح وأكثر من 36,000 شخص بين عامي 2014 و2015، مشيرة إلى أن عدد النازحين بلغ 3,200,000 شخص منذ كانون الثاني يناير 2014، بينهم أكثر من 1,000,000 طفل. وجاء في تقرير لبعثة الأمم المتحدة لمساعدة العراق والمفوضية العليا لحقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة أن معاناة المدنيين في العراق فظيعة. حصادنا متواصل ونتابع فيه. أحمد المساري عضو لجنة التنسيق العليا ورئيس كتلة اتحاد القوى: لم يحصل ما اتفقنا عليه مع رئاسة البرلمان، فاضطررنا إلى التمسك ببيان النواب وتدويل جريمة ديالى والمطالبة بقوات دولية. مجلس الوزراء يؤجل جلسته 24 ساعة إلى الأربعاء بعد قرار لجنة التنسيق مقاطعة وزراء اتحاد القوى لاجتماع الحكومة. هل سيحضر الوزراء جلسة الغد؟ قال بيان باسم نواب اتحاد القوى العراقي إن جلسة اليوم لم تمضي كما تم الاتفاق على عقدها في وقت سابق إزاء توحيد الموقف والخطاب من الانتهاكات في ديالى وبابل وحزام بغداد، ما دفع نواب اتحاد القوى إلى أخذ زمام المبادرة وإلقاء بيان واضح حول طلب الحماية الدولية في ديالى وإعلان مقاطعة الجلسة المقبلة للبرلمان العراقي. وأضافت المصادر أن عضو لجنة التنسيق العليا أحمد المساري ومجموعة من أعضاء لجنة التنسيق العليا اعترضوا لدى إدارة على إدارة الجلسة، ودعا أعضاء الكتلة بالكامل إلى قراءة البيان الذي يدين استمرار جرائم الإبادة البشرية وعمليات التطهير العرقي التي يتعرض لها قضاء المقدادية ومدن أخرى من ديالى على يد ميليشيات سائبة. وكانت قيادات في التحالف الوطني أجرت مساء أمس اتصالات مكثفة لمنع مقاطعة جلسة البرلمان. وكان رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي تجنب عقد جلسة مجلس الوزراء وتوجه إلى المقدادية عقب قرار لجنة التنسيق العليا مقاطعة اجتماع مجلس الوزراء لتجنب إظهار مقاطعة وزراء من اتحاد القوى. نعم، وتطرق رئيس البرلمان سليم الجبوري في كلمته خلال جلسة مجلس النواب إلى البصرة وشهداء الحشد الشعبي والقيادات الأمنية وإلى بابل والمقدادية. أصبح مما لا بد منه التحرك الجاد لرجال الدولة والكتل السياسية والمؤسسات السيادية وعلى رأسها مجلس النواب العراقي باعتباره المعني بتمثيل الشعب والرقابة على أداء مؤسسات الدولة والمحاسبة على ذلك لاتخاذ موقف حاسم وواضح تجاه ما يجري من انفلات وفوضى لم تتوقف على تهديد أمن المواطن العراقي، كما الوزارات الأمنية وعلى رأسها القائد العام للقوات المسلحة يتحملون
المسؤولية في توفير الأمن والاستقرار. لذلك نجد لزاما أن يتم تنفيذ فقرة عرض القيادات الأمنية على مجلس النواب للتصويت عليها. أيها السادة، أيتها السيدات، أصبح لزاما على السلطتين التنفيذية والقضائية أن تأخذ دورهما في التحرك الصارم لصيانة أمن وسيادة الدولة وعدم ترك المجال للإرهابيين والعابثين بأمن الدولة، والأخذ على يد الجماعات الإرهابية المجرمة التي تطعن المقاتلين الشجعان في ساحات مواجهة داعش حين تعبث باستقرار المدن الآمنة وتهدد سلامة الوطن والمواطن. إلى ذلك، قال عضو لجنة التنسيق العليا رئيس الكتلة البرلمانية لاتحاد القوى أحمد المساري إن نواب تحالف القوى وممثليه في مجلس الوزراء قرروا مقاطعة جلستي مجلس النواب ومجلس الوزراء المقبلتين. أضاف المساري أن التحالف ماض في اتباع الطرق القانونية والدستورية لطلب الحماية الدولية لمحافظة ديالى وغيرها من المحافظات، مشيرا إلى أن تحالف القوى أبلغ ممثل الأمم المتحدة بذلك. نحن متوجهون لطلب حماية دولية لهذه المحافظة وأي منطقة أخرى في العراق تتعرض لنفس العملية. نحن نطلب من الأمم المتحدة، وبالمناسبة نحن طلبنا رسميا ممثل الأمين العام المتحدة، لأنه في اجتماعنا بالكتلة البرلمانية يوم أمس كان حاضرا ممثل الأمين العام المتحدة واستمع للنواب فيما طرحوه، وتكلم أيضا هو مع النواب، وفي نهاية الجلسة قدمنا طلبنا واضحا أن يساعدنا في أن تكون هنالك حماية دولية لمحافظة ديالى. صوت مجلس صلاح الدين في أول جلسة له في تكريت على إعادة رئيس المجلس أحمد الكريم ومحافظ صلاح الدين رائد الجبوري وتجديد الثقة لهما، وشهدت الجلسة قراءة قرارات المحكمة الإدارية التي أبطلت قرارات اجتماع فندق الرشيد العام الماضي. من جهته، طالب عضو مجلس المحافظة طالب علي الدجيلي المجتمعين بطرح مقررات المجلس في فندق الرشيد الخاصة بإقالة مخلف الدليمي والمحافظ رائد إبراهيم وتجديد الثقة به وإعادة أحمد الكريم إلى رئاسة المجلس، مبينا أن المجلس صوت بالإجماع على محاور الجلسات التي عقدت ببغداد. من جهته، دعا محافظ صلاح الدين رائد الجبوري الثلاثاء أعضاء مجلس المحافظة إلى التكاتف ونبذ الخلافات السياسية، فيما طالب الأعضاء المتغيبين عن جلسة اليوم بالحضور لمدينة تكريت والإسهام في تقديم الخدمات لأبناء المحافظة. نرحب الآن بسيد أحمد المساري عضو لجنة التنسيق العليا ورئيس الكتلة البرلمانية لاتحاد القوى. سيد أحمد، مرحبا بك في هذا الحصاد. نبدأ وإياك مما جرى اليوم في جلسة البرلمان العراقي، ما الذي جرى خلال هذه الجلسة؟ بسم الله الرحمن الرحيم، تحية لكم ولمشاهديكم الكرام. حقيقة اليوم في جلسة البرلمان كان من المفترض أن تدار الجلسة أو تخرج بسيناريو اتفق به مع رئاسة مجلس النواب، ولكن لم تدار بالصيغة التي اتفق عليها، وتم رفع الجلسة بعد كلام للسيد رئيس مجلس النواب بخصوص المواضيع التي طرحتموها في تقريركم، فبادرت الكتلة البرلمانية إلى اتخاذ موقفها، وإحنا متفق في ذلك على أن يكون هنالك موقف للكتلة البرلمانية منفصل تماما عن موقف السيد رئيس مجلس النواب، فبادرنا إلى أن يكون هنالك مؤتمر صحفي ويتلى بيان يمثل رأي الكتلة البرلمانية في قضية المقدادية، والبيان كان يتضمن نقاط مهمة أهمها أن يكون هنالك رسالة استنكار من تحالف القوى العراقية بكتلتيه النيابية والوزارية حول الأحداث التي جرت في المقدادية، وعبرنا عن هذه الرسالة بمقاطعة جلسة مجلس النواب القادمة التي ستكون يوم الخميس القادم، ومقاطعة الكتلة الوزارية للجلسة القادمة لمجلس الوزراء كي تكون رسالة احتجاج عن الأحداث التي حصلت، وتنبيه للحكومة ولكل الكتل السياسية والشركاء على أن هنالك خطر كبير في ديالى وفي مدينة المقدادية بالذات. وأيضا تضمن
البيان الطلب إلى السيد رئيس مجلس الوزراء باعتبار القائد العام القوات المسلحة على أن يضرب بيد من حديد على يد الميليشيات، وأن يقوم بنزع أسلحة الميليشيات، وأن يحصر السلاح بيد الدولة، وأن يكون حاضرا ومتواجدا في منطقة الحدث هو ووزير الدفاع وزير الداخلية، كي يستطيعوا أن يقوموا بحماية المواطنين من الكارثة التي حلت بهم في مدينة المقدادية. أنتم تعلمون بأن هنالك عشرات الشباب الذين أعدموا في هذه المدينة، هنالك أكثر من 9 مساجد تم تفجيرها، هنا حملة لتهجير أبناء هذه المنطقة هي عملية تطهير عرقي وتطهير طائفي قامت بها ميليشيات خارجة عن القانون، لذلك يجب أن تكون هنالك عملية ردع كبيرة. وأيضا بما أن الحكومة لم تستطع أن تقف بوجه هذه الميليشيات ولم تستطع أن تقوم بحماية الأهالي، لذلك تضمن القرار أن نلجأ إلى المجتمع الدولي لكي يوفر حماية لهذه المدينة المنكوبة ولهذه المحافظة المنكوبة التي تعرضت للكثير مثل هذه العمليات. عملية المقدادية وما حصل في المقدادية لم تكن الأولى، بل كانت العديد من العمليات التي سبقتها، وتتذكرون جيدا ويتذكر المشاهدون ما حصل في بوهرز وما حصل في المخيسة وما حصل في قرى أخرى ومناطق أخرى من ديالى. كانت هنالك ميليشيات مسلحة تعبث بأمن المواطنين، تقوم بقتل المواطنين الآمنين، تحرق الديور، تحرق المساجد. لذلك يجب أن يكون هنالك وقفة جادة في محافظة ديالى، والضرب بيد من حديد على يدها هذه الجماعات المجرمة التي مع الأسف تتخذ من الحشد الشعبي غطاء لها في عملها، وتسيء للحشد وتسيء للانتصارات التي تتحقق على جبهات القتال. لذلك يجب أن يكون هنالك موقف كبير للأجهزة الأمنية كي نستطيع أن نوقف عمل هذه الميليشيات وتطرد هذه الميليشيات من المحافظة. لذلك رأينا أن نلجأ إلى المجتمع الدولي من خلال طلب حماية دولية لهذه المحافظة المنكوبة. طب بالحديث يعني عن طلب الحماية الدولية لهذه المحافظة المنكوبة ولأي محافظة كما ذكرت يعني تتعرض لهجمات معينة من قبل الميليشيات، سيد أحمد يعني ما الذي جرى؟ أطلعنا على تفاصيل الذي جرى بالأمس، يعني هل جاء يانكوبيش بناء على طلبكم؟ ما الحوار الذي دار بينكم وبينه؟ أطلعنا على تفاصيل اجتماعكم بالأمس. سيدتي العزيزة، يوم أمس كان هنالك اجتماع للكتلة البرلمانية وتم الاتفاق على كل النقاط التي ذكرتها، وهذا هو موقف الكتلة البرلمانية التي أجمعت، طبعا بالمناسبة الكتلة البرلمانية والكتلة الوزارية التي أجمعت على النقاط التي ذكرتها فيما يخص موقف الكتلتين من الرسالة الاحتجاجية، وموقف الكتلة أيضا من عملية طلب الحماية الدولية، وأيضا من عملية استتباب الأمن وضرب الميليشيات بيد من حديد وسحب سلاح الميليشيات وحصر السلاح بيد الدولة. كل ذلك تم نقاشه في جلسة يوم أمس للكتلة البرلمانية، وقد حضر هذه الجلسة السيد ممثل الأمين العام للأمم المتحدة، استمع إلى كلام النواب و مداخلاتهم وخاصة لنواب ديالى، ونقلوا له ما جرى تماما في المقدادية وفي المناطق الأخرى، وأيضا هو تكلم مع النواب ونقل لهم رسائل عديدة، وأبلغناه في الجلسة بأننا نريد مساعدة الأمم المتحدة في أن تكون هنالك حماية دولية لهذه المحافظة. اليوم العراق بحاجة إلى مساعدة المجتمع الدولي، مثلما اليوم هنالك مساعدة للعراق في حربنا ضد داعش. أنتم تعلمون بأننا نخوض حربا شرسة ضد الإرهاب المتمثل بداعش، ونحتاج إلى دعم المجتمع الدولي. بنفس الوقت نحتاج إلى دعم المجتمع الدولي في مواجهة هذه الميليشيات التي تعبث بأمن المواطنين في المناطق المحررة، وخاصة في ديالى أو في أي منطقة أخرى تتعرض لعملية مثل ديالى. لذلك كان موقفنا واضح خلال الجلسة، وأبلغنا فيه ممثل الأمين العام للأمم المتحدة بأننا نريد مساعدة المجتمع الدولي من خلال مساعدتنا في حربنا ضد داعش وتحرير محافظاتنا من جهة، ومساعدتنا
بتوفير الأمن والاستقرار للمحافظات المحررة من خلال توفير حماية دولية، وخاصة لمحافظة ديالى، لأنها هذه مسلسل لحلقات متكررة لهذه العمليات، والحكومة والأجهزة الأمنية والجيش غير قادر على حفظ الأمن في هذه المحافظة. طيب سيد أحمد، يعني ليس يون كوبيش فقط هو من حضر هذا الاجتماع، هناك معلومات تفيد بأن هادي العامري أيضا حضر الاجتماع. بمن التقى السيد هادي العامري؟ ما الذي جرى الحديث فيه خلال هذا اللقاء؟ السيد هادي العامري لم يحضر في اجتماع الكتلة البرلمانية، وإنما طلب اللقاء بالكتلة، ولكن الكتلة كانت قالت أنه هذا شأن داخلي ومنشغلة في اجتماع خاص بالكتلة ولم تلتقي به، وإنما تم اللقاء به من خلال السيد رئيس مجلس النواب، وعدد محدود من النواب التقوا به وناقشوه وحاوروه، ثم نقلوا الحوار الذي جرى بينهم وبين السيد هادي العامري إلى الكتلة البرلمانية، إذ أن السيد هادي العامري لم يلتقي بالكتلة البرلمانية. نعم سيد أحمد، يعني ننتقل بالحديث عن ديالى إلى قرار السيد رئيس الوزراء حيدر العبادي بترفيع قائد شرطة ديالى من عميد ركن إلى لواء ركن، كيف تقرؤون هذا القرار؟ حقيقة أنا تعجبت كثيرا عندما سمعت هذا الخبر اليوم، ولم أكن يعني أتوقع أن يقوم السيد رئيس مجلس الوزراء بهذا الأمر، لأنه في يعني بوجود هذا الشخص قائد الشرطة حدثت هذه الحادثة، تم التفجير، حدثت الاغتيالات، حدث تفجير المساجد، كل هذه العمليات الإجرامية حدثت وبوجوده. على الأقل يجب أن يكون هنالك لجنة تحقيقية تحقق، نعرف من هو المقصر، من هو المسؤول، هل هنالك تقصير، فلننتظر نتائج التحقيق، هل تم القبض على هؤلاء المجرمين، ما هي نتائج التي جرت بعد هذه الحادثة. أما أن يكون بهذه الطريقة أن يذهب السيد رئيس مجلس الوزراء وأن يكرم قائد الشرطة ويرفعه من عميد إلى لواء، أنا أعتقد هذا الأمر أمر غير صحيح، وفيه حتى تحدي لأبناء هذه المحافظة. يجب أن يكون هنالك تدقيق وتحقيق بالقضية لنعرف هل هنالك تقصير من قائد الشرطة، هل هنالك تقصير من قائد العمليات، هل هنالك تقصير من المسؤولين الأمنيين في المحافظة. وفيما إذا رأينا ليس هنالك تقصير، إنما هنالك أداء جيد، فلا بأس بذلك، ولكن حسب معلوماتي لم يكتمل أي تحقيق، لم يجرى أي تحقيق، الجنات لم يتم القبض عليهم لحد الآن، ومن ثم يكرم قائد الشرطة ويرفع بهذه الطريقة، وهذا أمر خاطئ، وهذا أمر خطأ كبير جدا. طيب سيد أحمد، يعني هل ترون إلى هذه الخطوة بأنها تحدي؟ هذه الخطوة خطوة غير صحيحة، وأنا أعتقد هي يعني تحدي لمشاعر أبناء ديالى ومشاعر كل العراقيين. أنت لماذا تكرم شخص لا نعرف لحد الآن هل هو مقصر أم غير مقصر، فلنعلم ما هي نتائج التحقيق، وإلا أن يكرم بهذه الطريقة أنا أعتقد فيها تحدي لأبناء للعراقيين ولأبناء محافظة ديالى بالخصوص. طب برأيكم يعني زيارة العبادي إلى ديالى اليوم هل ستخفف من الأمر أم ستزيد الأوضاع تعقيدا بعد ترقية قائد الشرطة وبعد التصريحات التي كانت مسبقا بأن الوضع في المقدادية كان طبيعيا جدا وأنه لا يوجد هناك مبالغة في التصريحات حول الوضع في ديالى؟ يعني هل زيارة العبادي ستزيد الوضع سوءا أم أنه سيصبح أفضل؟ طبعا الكلام عن ان تفخيم الوضع وان هنالك تهويل للموضوع هذا كلام فيه تجني كبير جدا، كلكم تعلمون والمشاهدين الكرام يعلمون، وما نشرته شبكات التواصل الاجتماعي من مقاطع صور وتصوير بالصوت والصورة للعمليات التي حدثت في المقدادية
أمر كبير جدا، فيه قتل واستهداف للناس، فيه تفجير للمساجد، فيه تهجير، عمليات إجرامية حدثت. إذا أنت فيه هكذا عمليات لا ترفع صوتك، لا تدافع عن المظلومين، لا تدافع عن الأبرياء، إذا متى ترفع صوتك ومتى تتكلم؟ هل يريدنا رئيس الوزراء أن نسكت ولا نتكلم؟ هذا الأمر غير مقبول تماما منه هذا الكلام. نحن نعم نقول زيارته جيدة، ولكن جاءت متأخرة، كان المفروض أن يدخل، أن يكون في ساعة الحدث مع الأجهزة الأمنية، مع القيادات الأمنية، أن يدخل المقدادية وأن يقوم بإنقاذ الأهالي، أن يقوم بإنقاذ الضحايا الذين تعرضوا لأبشع أنواع الجرائم، ولكن أن 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 يذهب متأخرا اليوم لا بأس أن يذهب، ولكن عليه أن يضرب الميليشيات، أن يتم اعتقال الذين المجرمين الذين قاموا بهذه الجريمة، أن يأمر بسحب السلاح من كل الميليشيات. اليوم يجب أن يكون السلاح محصورا بيد الدولة فقط، يجب أن تمسك هذه المناطق الأجهزة الأمنية من الجيش والشرطة المحلية وأبناء المناطق. أنا أعتقد بأن الميليشيات يجب أن لا يكون لها وجود، وهم يدعون بأنهم جزء من الحشد الشعبي ويدعون كذلك. مكان الحشد الشعبي مكانه في جبهات القتال، في قتال داعش، وقد ضحى الحشد الشعبي في قتال داعش. لماذا يجلس الحشد الشعبي في المناطق المحررة وبعض المندسين يقومون بهذه الأمور؟ لذلك أقول أن على رئيس الوزراء مسؤولية كبيرة يجب أن يقوم بها، وهو ضرب الميليشيات المنفلتة الخارجة عن القانون وسحب السلاح منها واعتقال المجرمين وحصر السلاح بيد الدولة. هذه إجراءات يجب أن يقوم بها رئيس الوزراء إذا ما أرادنا أن نكون له شركاء وداعمين ومساندين. أما أن يبدأ بإطلاق التهم وأن الشركاء يفخمون الكلام، فهذا أمر غير مقبول من السيد رئيس مجلس الوزراء. طيب سيد أحمد، ما هي خطواتكم المقبلة التي تريدون القيام بها؟ يعني هل الوزراء سيعلقون الحضور أم لا؟ بالمناسبة البيان كان واضحا جدا، والبيان مجمع عليه الكتلة البرلمانية، بأننا كرسالة احتجاج سنقاطع جلسة مجلس النواب القادمة وجلسة مجلس الوزراء القادمة. وأنا أعتقد بأن الأمر كان واضحا جدا للوزراء وللنواب، ونحن ملتزمون فيما اتفقت عليه الكتلة البرلمانية والكتلة الوزارية. نعم سيد أحمد المساري، عضو لجنة التنسيق العليا ورئيس الكتلة البرلمانية لاتحاد القوى، شكرا جزيلا لك. حق الرد مكفول، راسلونا على rai@الشرقية.com. حذرت النائب عن الأنبار لقاء وردي من خطورة الأوضاع الإنسانية في الفلوجة والمناطق المحيطة بها لنفاد المواد الغذائية والدوائية عن المدينة المحاصرة منذ أشهر، مشيرة إلى وجود مجاعة شبيهة بما حدث في مدينة مضايا سوريا. وقالت النائب وردي في بيان 10,000 من العائلات موزعة بين الفلوجة والقرمة وصقلاوية والنساف والبعيسة والبعلوان تحتجزهم عصابات داعش الإرهابية كدروع بشرية ويعانون من مجاعة حقيقية، فضلا عن الأمراض التي تفتك بهم ما تسبب بموت أعداد منهم وخاصة من الأطفال وكبار السن. وطالبت وردي الحكومة بفتح ممرات آمنة للعائلات المحاصرة لإنقاذهم وتسهيل عملية خروجهم وتحريرهم ومنع استخدامهم كدروع بشرية من قبل داعش، وتهيئة أماكن إيواء لهم في حال تمكنهم من الخروج من المدينة. إلى ذلك، ذكر تقرير لوكالة رويترز أن تطهير مدينة الرمادي مركز محافظة الأنبار من مسلحي تنظيم ما يعرف بداعش ومتفجراتهم قد يستغرق أسابيع، كما أن عدد المدنيين المختبئين يفوق التوقعات، مما يجعل المعارك في المستقبل أكثر تعقيداً. وأضافت الوكالة أنه على النقيض من تقديرات أولية لعدد المدنيين بالمئات، يقول قادة إن قواتهم عثرت حتى الآن على نحو 3,800 مدني من الرمادي، وهي مدينة يقطنها مئات الآلاف من السكان، فر منهم الكثير بعد أن سيطر التنظيم عليها في مايو أيار.
ونقلت عن قادة وآمرين ميدانيين أن قواعد الاشتباك الصارمة في تجنب إصابة عدد كبير من المدنيين في المدينة أبطأت تقدم الجيش وسمحت للمسلحين بالفرار إلى الضواحي الشمالية والشرقية. وأفادت أن قوات الأمن تحفظت على عدة مئات من الرجال المدنيين لحين عمل تحريات، وأفرجت حتى الآن عن بضع عشرات فقط، ومن يجتاز التحريات الأمنية من الرجال إلى جانب النساء والأطفال يتم تسكينه قرب قاعدة عسكرية تبعد نحو 30 كيلومترا إلى الشرق من المدينة، في حين بلغ مدى الدمار في بعض المناطق جراء القتال إلى حد فشل الجنود في تمييز المكان جغرافيا. يشوفهم من وراء الباب يجون يفترون يطبون بالباب بس ما يقدر يفوتون علينا. فاتهم جوا من القمزه من السياج، فاتهم افترهم دار مدار البيت. احنا كنا خاتلين بغرفه كليتنا مطفين، ماكو لا اضويه لا شيء، مسددين البوب وخاتلين. دحق عليهم يفترون بالممشى دار المداير وما طلعنا، صوت جهال ماكو، قلنا على مود ما يشوفونه ويطلعونه قوه، لان يعني هواي طلعهم عوائل اللي جوا وياهم، حطوا قوه بالبدي مال السياره مال كيه بدون ما ملابس لا اي شيء، واخذوا ذب هناك خطيه. احنا ما طلعنا، ظلينا 11 يوم عدل بالصوفية بهذا البيت الخاتلين بيه احنا بالغرفة. قلنا ما نطلع وياهم، ننتظر قوات الأمنية تجي تنطلع. واغلب العوائل اللي تجينا هي طبعا تنصاب بالعبوات الناسفة اللي زارعيها داعش على طول الطريق، والحمد لله وشكر يعني يجون العوائل، يعني الجرح اللي نقدر نسيطر على الجرح مالتهم ونوديهم نخليهم الى اقرب منطقة اللي هي منطقة الحبانية. العدد طبعا متفاوت، يومية تجينا مرات تجينا 20 عائلة ومرات أكثر مرات أقل، يعني حسب الموجود هناك يجونا. أعلنت وزارة الداخلية إعفاء 14 قائدا وإحالتهم إلى الإمرة وتكليف 8 قادة بمناصب جديدة مع إجراء تغييرات إدارية في عدد من المديريات. وذكر بيان لوزارة الداخلية أن لجنة تقييم القادة والآمرين في وزارة الداخلية أصدرت عددا من القرارات التي تصب في صالح تطوير العمل الأمني والخدمي في وزارة الداخلية. وارتأت اللجنة حسب البيان إعفاء 14 قائدا وإحالتهم إلى الإمرة في وكالة الوزارة للشؤون الإدارية والمالية وتكليف 8 قادة بمناصب جديدة ونقل 2 منهم من وإلى مختلف تشكيلات وزارة الداخلية. يشار إلى أن وزير الداخلية أوعز بتشكيل لجنة خاصة لتقييم الأداء ومستوى العمل للقادة والمسؤولين في الوزارة. قال وزير الخارجية الأمريكي جون كيري إن بلاده تعمل مع السلطات العراقية لغرض الإفراج عن الأمريكيين المختطفين في بغداد. أضاف كيري في مقابلة مع شبكة فوكس نيوز الأمريكية: لدينا تصور جيد بشأن ما حدث. الولايات المتحدة تعمل حاليا مع السلطات العراقية للإفراج عن المواطنين الأمريكيين، وذلك من دون الإدلاء بأي تفاصيل بشأن ملابسات ما حدث. Contact with the Iraqi authorities. We have a good sense of. نحن على اتصال مباشر مع السلطات العراقية كي نقف على ملابسات ما حصل ونعمل على متابعة القضية. هذا ما يمكنني أن أقوله الآن، وهو أننا نبذل كل جهد للعثور عليهم وبأسرع وقت ممكن. لن أخوض في تفاصيل الملابسات التي يحتمل أن تكون حدثت أو لم تحدث، باستثناء أن أقول إن لدينا دلائل قوية جدا عن الفاعلين، ونعمل بجد مع الحكومة العراقية على أمل تأمين إطلاق سراحهم. وشرعت القوات الأمنية في بغداد بتشديد الإجراءات الأمنية في مداخل العاصمة ومخارجها وفي التقاطعات الرئيسة للحد من عمليات السطو بالتزامن مع عمليات البحث عن المختطفين الأمريكيين. ونشرت عمليات بغداد دوريات راجلة وأخرى متحركة لغرض تدقيق الوثائق، فيما سجلت مناطق عدة زحامات مرورية. مناس السهيل والتفاصيل. مع تصاعد الأحداث الأمنية في العاصمة العراقية بغداد، شرعت قوات الأمن بفرض إجراءات أمنية في اتجاهات عدة. الاتجاه الأول هو البحث عن أمريكان تم خطفهم من منطقة الدورة جنوبي بغداد. أما الاتجاه الثاني فهو ملاحقة مجاميع مسلحة بدأت بتنفيذ عمليات سطو مسلح على مكاتب الصيرفة. الاتجاه الثالث السيطرة على حركة العجلات التابعة لفصائل مسلحة. انتشار أكثر خاطر الشعب يأمن يرتاح، يأمنوا له فشي، ماكو فشي هو يعني دي يتغير، ماكو فشي دي يتغير بالبلد. وبدأت قيادة عمليات بغداد بنشر دوريات مشتركة متحركة في عموم بغداد لتفتيش السيارات وتنفيذ أوامر قبض قضائية بعد إدخال أسماء مطلوبين
في حواسيب خاصة تستخدم في جميع الدوريات ونقاط التفتيش الأمنية. والله وضع الازدحام هو أكثر شيء بالكرادة والمنصور، يعني الجادرية، يعني هو الازدحام أكثر شيء. الوضع تعبان كلش، خوف ورعب، ما نعرف شو وقت تفجر علينا السيارة، شو وقت ينزلون علينا مسلح، يدققونا إجازة سنوية، إيه يأكدون على السيارات اللي ما عاد سنوية مو باسمه أو السيارات المسروقة. ومع بدء تنفيذ إجراءات الأمن العراقي بدأت معظم شوارع بغداد مزدحمة، فالقوات العسكرية تحاول فرض وجودها الأمني من خلال نشر المزيد من عناصرها. قوات الأمن العراقية أحاطت المولات والمراكز التجارية بعناصر إضافية للتعامل مع أي تهديد محتمل، رسالة أرادت من خلالها أيضاً طمأنة السكان الذين يخشون من الهجمات التي عادة ما يتبناها تنظيم داعش. للشرقية نيوز، ميناس السهيل، بغداد. ونتابع أيضاً في هذا الحصاد، أسبوع على جريمة اغتيال سيف الحسن في ديالى، والجنات بلا عقاب، واليونسكو تدين اغتيال مراسل الشرقية نيوز ومصورها. أود أقول إذا كان الاستهداف لشخص سيف طلال فهناك العشرات من الصحفيين أمثال سيف طلال في محافظة ديالى ويستطيعون أن يخدموا أبناء المحافظة. نعم. وإذا كان الاستهداف لقناة الشرقية فقناة الشرقية مصنع الأبطال، وهي من صنع السيف طلال، وبإمكانها صنع جيل. نعم. جيل وافي من الصحفيين لنقل الحقيقة ومتابعة المفسدين. قالت الأمم المتحدة الثلاثاء إن مقاتلي تنظيم ما يعرف بداعش يستعبدون نحو 3500 شخص، معظمهم من النساء والأطفال في العراق. ونقلت رويترز عن بيان مشترك صدر في جنيف عن بعثة الأمم المتحدة بالعراق ومكتب حقوق الإنسان أن معظم أولئك المحتجزين نساء وأطفال، غالبيتهم من الطائفة الأيزيدية، لكن هناك أيضا عددا من أقليات عرقية ودينية. وقال زيد رعد الحسين المفوض السامي لحقوق الإنسان بالأمم المتحدة في بيان إنه حتى أرقام الضحايا المفزعة لا تعكس بدقة مدى معاناة المدنيين البالغة بالعراق، مضيفا أن أعدادا أخرى لا تحصى ماتوا نتيجة تعذر الوصول للسلع الأساسية أو الماء أو الرعاية الطبية. وقال إن تقرير كشف الأهوال التي تدفع اللاجئين العراقيين للفرار إلى أوروبا ومناطق أخرى. في موضوع آخر، قال وزير النفط العراقي عادل عبد المهدي في بيان إن العراق يريد أن تخفض شركات النفط الأجنبية الإنفاق في إطار مساعيه لتقليص عجز الميزانية الناجم عن هبوط أسعار الخام. وقال عبد المهدي في اجتماع للجان الإدارات المشتركة للحقول النفطية في بغداد إن الوزارة تبحث تقليص النفقات المالية للشركات النفطية الأجنبية العاملة ضمن عقود الخدمة، وتضغط اتفاقات الخدمات المبرمة مع شركات النفط الأجنبية على ميزانية العراق، لأن الحكومة تدفع رسوما ثابتة لزيادة الإنتاج في الحقول المتقادمة في الوقت الذي تتراجع فيه إيرادات الدولة مع هبوط أسعار الخام. وتقول مصادر مصرفية في بغداد إن أقل من 11% فقط من سكان العاصمة يحتفظون بالمبالغ النقدية موضوعة في المصارف الحكومية والخاصة، مع تراجع ثقة المواطن بالمؤسسات المصرفية وتفاعل هاجس المساس بالرواتب أو وقف توزيعها. وتحذر مصادر في بغداد من مخاطر أمنية مع احتفاظ العائلات بالنقد في الدور، داعية المؤسسات النقدية إلى اقتراض تلك المبالغ بفوائد عالية. خمائل الكاتب والتفاصيل في هذا التقرير. أقل من 11% من سكان بغداد يودعون أموالهم في المصارف بعد أن انعكس هاجس الأزمة الاقتصادية والمساس بالرواتب على الموظفين وشرائح المجتمع المتوسطة خصوصاً والفقيرة. الأرقام تقول أنه 70%، وهو مبلغ كبير جداً. اليوم العراق ب 11% فقط من الشعب العراقي لديهم حسابات مصرفية في المصارف، الكتلة النقدية خارج القطاع المصرفي كبيرة جدا، فهذا يعكس بالتأكيد أن هناك قلة في التعامل مع القطاع المصرفي، ولكن هذا ممكن أنه يجي بالتدريج. الثقة بين المواطن والمؤسسات المالية شبه معدومة، والمواطن يفضل اكتناز النقد على إيداعه في المصارف، وهو أمر انعكس على الحركة التجارية والسيولة.
ما عاد ثقة يعني يومية أزمة اقتصادية أزمة أمنية ميليشيات بالشارع، فأكيد يعني الإنسان اللي يريد يطمئن على عائلته وعلى نفسه أكيد راح يتصرف تصرف بحيث هذا التصرف يأمن بيه على نفسه وعائلته. اللي ده يهاجر الجوازات الآن أزمة عليه، الناس كلها تطلع جواز حتى تهيئ نفسها ربما يصير شيء ما يصير كذا يأخذ عائلته ويسافر. العراقيين ما يخاف من أزمة اقتصادية لأن عاشوا ظروف أصعب من هاي الظروف بأيام الحصار، عاشوا ظروف أصعب منها، ولكن ثقتهم الضعيفة بحكومتهم هي الخوف. ويحذر مراقبون بشلل تام في الحركة التجارية وتراجع التبادل وإثر ذلك كله على الحركة الشرائية، فضلا عن المخاطر الأمنية لإبقاء المبالغ في الدور. بدأ تخوف العائلات والتجار والمستثمرين من إيداع أموالهم في المصارف خشية إصابة الأخير بأزمة مالية أو حتى التعرض للسرقة والإفلاس. من بغداد خمال الكاتب، الشرقية نيوز. توقعت وكالة الطاقة الدولية في تقريرها الشهري تراجعاً إضافياً لسعر النفط بسبب غرق السوق بفائض العرض، مبينة أن سوق النفط الخام ستكون متخمة حتى أواخر 2016 على الأقل بسبب ارتفاع المعروض والطقس الدافئ على غير المعتاد لهذا الوقت من السنة. التفاصيل في سياق التقرير التالي. يبدو أن عودة إيران إلى السوق النفطية زادت الطين بلة بعد أن زعزعت أسعار النفط العالمية، وهو ما أثار مخاوف من التأثيرات السلبية على الاقتصاد الدولي المتذبذب في ظل تخفيض صندوق النقد الدولي توقعاته للنمو العالمي في عام 2016 بعد أن حذر من مخاطر كبيرة على الاقتصاد العالمي بسبب هبوط أسعار النفط. وفي تقرير شهري لها توقعت الوكالة الدولية للطاقة تراجعاً إضافياً لسعر النفط بسبب غرق السوق بفائض العرض، مبينة أن سوق النفط الخام ستكون متخمة حتى أواخر عام 2016 في الأقل بسبب ارتفاع المعروض والطقس الدافئ غير المعتاد لهذا الوقت من السنة. وفي ظل تباطؤ الاقتصاد العالمي، قالت وكالة الطاقة إنها خفضت توقعاتها للطلب على نفط أوبك في عام 2016 بمقدار 300 ألف برميل يومياً إلى 31 مليون برميل يومياً. الوكالة أبقت في تقريرها على تقديراتها لنمو الطلب العالمي في 2016 دون تغيير عن تقرير الشهر السابق عند حوالي 1,200,000 برميل يومياً، مرجحة أن تواجه سوق النفط احتمالية زيادة العرض على الطلب، وهو الأمر الذي يمثل ضغوطاً هائلة على قدرة المنظومة النفطية لامتصاصها بكفاءة. التأرجح في أسعار النفط وانعكاساته الخطيرة على الاقتصاد العالمي فاقمه رفع العقوبات الغربية عن طهران، حيث تعتزم الأخيرة رفع الإنتاج إلى 500 ألف برميل يومياً، وهو ما سيزيد العرض في الأسواق حد الإغراق. يقابله تراجع إضافي في أسعار النفط بات يمثل تهديداً ينذر بانهيار اقتصادات بعض الدول. حصاد ليلى مستمر، وإليكم تذكيراً بأبرز عناوينه. أسبوع على جريمة اغتيال السيف الحسن في ديالى، والجنات بلا عقاب، واليونسكو تدين اغتيال مراسلي الشرقية نيوز ومصورها. ميليشيات سائبة تختطف 3 أشقاء من أهالي قرية مخيسة شرقي ديالى بعد أيام من ارتكاب جرائم قتل واختطاف وحرق 9 مساجد. البغدادية الوضع مسيطر عليه، حوادث القتل والسلب والنهب في عموم العالم. بعد ساعات من تصريحه عن مبالغة ما يجري بديالى وشهادته على تفجير المساجد واغتيال الشهيدين سيف الحسن، ترقية قائد شرطة ديالى المدينة التي تتعرض إلى جرائم من عميد ركن إلى لواء ركن. أحمد المساري عضو لجنة التنسيق العليا ورئيس كتلة اتحاد القوى: لم يحصل ما اتفقنا عليه مع رئاسة البرلمان، فاضطررنا إلى التمسك ببيان النواب وتدويل جريمة ديالى والمطالبة بقوات دولية. ومجلس الوزراء يؤجل جلسته 24 ساعة إلى الأربعاء بعد قرار لجنة التنسيق مقاطعة وزراء اتحاد القوى لاجتماع الحكومة. هل سيحضر الوزراء جلسة الغد؟ مجلس صلاح الدين في أول جلسة له في تكريت يصوت على إعادة رئيس المجلس أحمد الكريم ومحافظ صلاح الدين رائد الجبوري.
هنا لندن، هذا مظفر قاسم يحييكم، أهلا بكم، مستمرون معكم في هذا الحصاد. نوجه الآن منظارا سياسيا لملفات مهمة في العراق مع أستاذ العلوم السياسية السيد قحطان الخفاجي. مرحبا بك أستاذ قحطان الخفاجي إلى هذا الحوار. دعنا نبدأ من ديالى، أنت متابع لما يجري في ديالى وفي المقدادية تحديدا. هل تعتقد أن ما جرى في المقدادية تحديدا يوازي أو أن رد فعل الجهات الأمنية المعنية في الحكومة العراقية، الجهات الأمنية والشخصيات الأمنية المختصة في الأمن، هل كان رد الفعل لها موازي لما حصل في المقدادية ولماذا؟ بسم الله الرحمن الرحيم، وأهلا بك أخي العزيز وبالقناة وبالمشاهدين الكرام. اهتمامي في موضوع ديالى ليس مجرد باحث أو كعراقي فقط، وإنما أنا ابن محافظة ديالى، وأنا من بالذات ناحية بني سعد، والوالد ووالدة من المقدادية والشهربان، أي أنا ابن تلك المنطقة. للأسف طبعا الشديد أن الازدواجية في معظم الحالات الأمنية وغير الأمنية هي شاخصة وحاضرة في السلوك الرسمي للدولة العراقية، ليس على مقارنة بين المقدادية ومنطقة أخرى، لا، بل أن مقارنة بين ما حدث من تفجير إرهابي في ناحية بني سعد وتفجير إرهابي وسلوكيات خارج عن القانون في المقدادية، نرى أن ثمة اختلاف كبير بين طبيعة التعامل الأمني والرسمي وعلى أعلى مستويات مع تلك الحالتين، وما في محافظة واحدة وفي منطقة واحدة. للأسف الشديد نعم أن الذي حصل لم يرتقي من الجانب الرسمي للدولة، لم يرتقي إلى مستوى المسؤولية، وأن هناك إخفاقات أمنية كبيرة في مناطق ديالى عموما والمقدادية على وجه الخصوص، وهذه حالة مشخصة منذ فترة ليس قليلة، وهناك إنذارات واضحة كانت تلوح في الشارع في المقدادية وغيرها، ولكن لا إجراء سليم سبق الحادث التفجيري، ولا إجراء منضبط من قبل أي من الجهات المعنية سواء الرسمية بالجيش أو المسلحين بتشكيلات أخرى في منطقة المقدادية. والطامة الأكبر هو أن الدولة لم ترتقي في مسؤوليتها حيال هذه المنطقة وحيال تداعيات حالة كهذه، التي للأسف إن تدم تذكي حالة طائفية كبيرة قد تجر الويلات على ديالى وغير ديالى. طيب سيد قحطاني، كيف تعلل تجاهل الدولة لدعوات عدة إلى حصر السلاح بيدها تحديدا؟ كيف تنظر إلى هذا الأمر؟ أعوذ بالله من كلمة أنا أول ما ابتدأت عملية التسليح والترتيبات لتشكيلات خارج نطاق الدولة في صيغتها الأولى، كنت قد حذرت من أول لحظة أن هذه الخطوة إذا جاءت وتمت خارج إطار الدولة ستكون لاحقا عبئا على الدولة، لأنها ستؤسس إلى استحقاقات وإلى قوة ضاغطة وإلى جماعات مؤثرة ومتأثرة بأجندات إقليمية، وهذا الذي حصل الآن في تصوراتنا، أن حجم الارتباط سواء الروحي أو الشكلي أو أي شكل آخر بين بعض القوى المسلحة في داخل العراق والخارج نقطة. النقطة الثانية حالة الاحتقان التي أسست إلى جانب كبير منها طائفية هذه الاتجاهات. ثلاثة، حالة اللاضبطية العسكرية المطلوبة، لأننا دائما نقول أن القوة العسكرية هو جهاز وهم يستمد قوته من الضبط العسكري، وهذه التشكيلات التي تأسست باسم مسلحين الحشد أو سواها قد خلت من الضابط العسكري، وبالتالي احتكمت إلى قضايا أخرى وإلى قناعات أخرى قد يقتنع بها أصحابها، ولكن ليست ناجعة في التشكيلات العسكرية. لذلك الآن نحن أمام حالة مأساوية، هي أن لهذه القوة تأثير بعيد وأعلى شأنا من التأثير الرسمي للدولة، وهناك دلالات على أن الدولة قد لا تمتلك قدرة إلى حد كبير إلى أن توجه هذه المجاميع بالاتجاه السليم. العكس هو الصحيح، أن تأثير هذه المجاميع على الدولة بات أكثر، وهناك أكثر من دالة، لعل دالة المقدادية واحدة، والدالة الثانية في التي حصلت في الحلة في بابل مع وزير الداخلية،
كلها للأسف الشديد تؤشر إلى أن هناك استفحال فعلي ميداني عملي للجماعات المسلحة. يجب أن تكون الدولة متأهبة لهذه الحالة، أو عليها الآن أن تستعجل بإجراءات عملية لكي تحتوي تداعيات سابقة لاحقة قد تكون أقسى وأمر. طيب، يبدو أن الملف الأمني الآن يعني يخوض صراعا حقيقيا، صراع الوجود أو اللا وجود، وهذه هناك محاذير وهناك رسائل تنبيهية. يعني الأمن ليس فقط في ديالى، حتى في بغداد العاصمة العراقية شاهدنا ما جرى في بغداد الجديدة، شاهدنا في مناطق أخرى. الآن هناك أمريكيون اختطفوا من بغداد من الدورة أيضا جنوب بغداد. يعني هل تعتقد أن بعض هذه العناصر المسلحة هل هي أقوى من الجهات الأمنية في بغداد أو في للدولة، أم أن الجهات الأمنية هي فعلا عاجزة عن لجم هذه العصابات، أو ماذا تحديدا؟ كيف تنظر إلى المشهد؟ أنا أتمنى أن الذي يسمعني أي إن كان قناعته وأي إن كانت رأيه فيما أقول أن يضع أمام العراق أولا ومستقبل العراق ثانيا، والآلية المهنية لتكوين القوة المسلحة العسكرية ثالثا. لذلك أقول في هذا الاتجاه أن هذه القوة المسلحة التي يدعى أنها جزء من التشكيلة الرسمية للدولة، ولكن الواقع يشير إلى أنها عكس ذلك تماما. فهناك أكثر من دالة أنها قد ارتكبت أشياء خارج عن القانون إلى حد كبير، لعل خطف الأتراك وخطف الأمريكان الذين قبل 3 أيام، والتجاوزات التي حصلت في منطقة البصرة وسواها. بل هناك بعض التصريحات الرسمية من قبل المسؤولين في هذه التشكيلات ذا نغمة أعلى من نغمة الواجب أن تكون في حق رئيس الوزراء الذي يعد هو أحد أو أعلى مستوى في الدولة. بالمقابل أيضا حال الواقعية الآن نرى أن هناك سماحات مرورية في السيطرات لقوى من هذه التشكيلات، هي أكثر من سماحات جهات رسمية سواء أمنية رسمية أو سواء عسكرية. الشيء الآخر الذي نتلمسه من خلال زملاء لنا في القوى العسكرية يشكون من أن هناك سطوة واضحة لتلك المجاميع على قرار الدولة العسكري وعلى سلوكياتهم وعلى العلاقات البينية. وبالتالي أعيد تنذيري أو إنذاري الذي أحسه وطنيا إلى الحكومة العراقية، وإلى أن تذهب باتجاه تحسين العلاقة. ثم أنا أسأل وأطلب كذلك من قادة هذه المجاميع، طالما انطلقوا هؤلاء من فتوى دينية العمق وطنية القصد، أن يرتقوا إلى حيث المطلوب لهذه الروحية الدينية وهذه المواطنة الصحيحة، وأن طيب ينضموا إلى الدولة سيد حقا القحطان. وأن دعني أستثمر نعم وجودك معنا هنا، يعني بعيدا عن التحليلات، دعنا نستثمر وجودك هنا من ناحية العلوم السياسية. كيف تنظرون إلى الأمن؟ كيف يجب أن تبسط دولة ما الأمن على أرضها؟ كيف نريد أن نعرف هذه الحلقة المفقودة في الأمن في العراق؟ لماذا يعني كيف يجب أن يبسط الأمن في دولة ما؟ لنأخذ العراق مثلا، يعني أين الخلل؟ حدثنا. الأمن أساسا هو شعور قناعة متبادلة من الجهة التي تمسك بزمام السلطة وبين الجهات التي تطبق عليها تلك الإجراءات، هذا جانب. الجانب الآخر أن الأمن هو عبارة عن رغبة مشتركة لوضعية أسمى يتعاون الجميع على تكوينها. المشكلة في العراق أن ثمة هوة كبيرة ما بين الجهات الرسمية بشكل عام والجهات الأمنية على وجه التحديد وبين عموم المجتمع. هذه الهوة تأتت من الناحية التالية: طبيعة تكوين هذه المؤسسات تكوين مذهبي عقائدي، ابتعدت عنها المهنية، الآراء الشخصية تتأثر، السلوكيات طيب الفردية، لم يرتقي الفرد في الجهاز طيب الأمني إلى مستوى المسؤولية. نعم، المواطن هنا استشعر ثمة الهوة كبيرة بين الطرفين. طيب سيد القحطان، ابقى معي لو سمحت. معك
ابقى معي لدينا ملفات اخرى ايضا، لدينا ضيوف ايضا اخرون اليوم سينضمون معنا بعد قليل. ضيوف الكرام السيد برهان المعموري النائب عن الدائره والتحالف الوطني ايضا، وايضا السيده منى العميري ايضا النائب عن كتله بدره نائب عن الدياره، وايضا السيد صلاح الجبوري وهو نائب عن الدياره وايضا عضو لجنه التنسيق العليا، سيكونون معنا تباعا ربما بعد قليل لنتحدث عن ملف الدياره ونشخص، نضع اصبعنا على التشخيص الحقيقي بغض النظر عن اختلافات وجهات النظر، نحترم جميع اختلافات وجهات النظر. ننتقل للسيد برهان المعمور، ابقى معي سيد قحطان الخفاجي لو سمحت. سيد قحطان الخفاجي ابقى معي. ننتقل للسيد برهان المعموري. سيد برهان المعموري يعني نعم معك. الامن في دياله، من يتحمل ما يجري في المقدارية تحديدا على الاقل، يعني من يتحمل ذلك؟ من؟ بسم الله الرحمن الرحيم، شكرا لك اخي الكريم وشكرا لمشاهديك وضيوفك الكرام. اهلا بك. اعتقد ما مرت فيه دياله واضح على الجميع والكل، سواء كانوا اعضاء مجلس نواب او مسؤولين او حكومه محليه او حكومه مركزيه، الكل متفق على انه تستنكر كافه الاعمال الاجراميه الارهابيه التفجيرات التي حصلت في قضاء المقداديه وغيرها من المناطق والاقضيه. الكل متفق على ان تكون هناك وحده الصف. الكل متفق على ان نبذ الطائفيه ونبذ كل من يريد ان يعيث الفساد في هذه المحافظة. أعتقد أخي العزيز يا أستاذنا العزيز أن محافظة دياله وتحمل أن يتحمل مسؤولية، الكل تتحمل المسؤولية، الأجهزة الأمنية وكذلك حتى السياسيين يتحملون المسؤولية، باعتبار الآن محافظة دياله النسيج الاجتماعي، المكونات في محافظة دياله هناك مكونات عديدة من قوون السني وقوون الشيعي و الأكراد والتركمان، الكل يتحملون مسؤولية واجب على المجتمع. معك عند هذه النقطة سيد المعموري، أبقى معك عند هذه النقطة. أنت قلت أن الكل يتحمل هذه المسؤولية، جميل. سؤالي واضح فقط، أجبني نعم أو لا، هل قائد شرطة الديالة يتحمل المسؤولية أيضا، نعم أو لا؟ قائد شرطة الديالة يتحمل جزء من المسؤولية وليس كل المسؤولية. طيب هل كيف تنظر إلى ترقيته إذا كان هو جزءا من يتحملون المسؤولية، كيف تنظر إلى ترقيته إذن؟ حسب علمي أنه أمر شأن داخلي لوزارة الداخلية، وأعتقد أنه هذا الأمر قبل هذه الفترة كان هو هناك موافقات لترقيته حسب علمي المعروف. طيب أنتقل إلى السيد طيب سيد المعموري، ولكن سيد المعموري، ولكن يعني نعم هناك استنكارات عدة من الكتل الأخرى، بالتأكيد هناك استنكارات، الموضوع ليس موضوع استنكارات، يعني يجب أن تكون هناك آلية حقيقية أن تجلس الكتل المشاركة في ديالة على اختلاف مذاهبها وطوائفها، أن تجلسوا وتتباحثوا. هل جلستم مع الشريك الآخر؟ هل جلستم مع الشريك الآخر وتفاهمتم حول مواطني ديالة؟ هذا هو السؤال المهم. نحن على طول منذ فترة ونحن دائما نطالب، وأنا أكون على اتصال مع الأخوة أعضاء مجلس النواب من كافة المكونات السياسية. أعتقد أنه هناك صراحة حتى نكون كل صريحين، نحن في محافظة ديالة وأنا قريب من كل المناطق في محافظة ديالة وأسكن محافظة ديالة، ولحد الآن أنا لحد هذا اليوم حضرت الجلسة وأنا في محافظة ديالة وعلى تواصل مع الأخوة في القيادات الأمنية وكذلك الحكومة المحلية وبكافة مكوناتها وأعضاء مجلس المحافظة. هناك اتفاقيات، أنا أعتقد أنه ما تمر بمحافظة ديالة من أزمة سياسية، هي صراحة تتحمل الأزمة السياسية، تتحمل جزء من المسؤولية باعتبار أن هناك مجلس محافظة، عدم اكتمال الكابينة الحكومية، هناك من يطالب أنه بطعن بمحافظة ديالة، وأعتقد أنه هناك مسميات على المحافظ وعلى مناحرات سياسيه، وهذه هم تتحمل جزء من المسؤوليه. محافظه دياله يعني وتنزف دم في كافه الاقضيه والنواحي، ليس في قضاء المقداديه، في الخالص، في ناحيه جريده الشرطه التي راح ضحيتها اكثر من اربع منتسبين ضباط وهم اناس ابرياء كانوا يتصدون لعمل انتحاري. الكل حريص على ان تكون هناك توحيد لكلمتنا الكل، لكن هناك يجب ان ناخذ دور العشائر. العشائر لها دور كبير في محافظة دياله، لا ننسى أن تكون هناك وقفة حقيقية من جميع العشائر حتى تنبذ هذه الفتنة المقيتة التي يراد منها
ضرب النسيج الاجتماعي في محافظة ديالى. طيب ابقى معي سيد ابراهيم المعمول لو سمحت، ننتقل للسيد صلاح الجبوري. السيد صلاح الجبوري نائب عن ديالى وعضو لجنة التنسيق العليا، مرحبا بك. طبعا يقول السيد ابراهيم المعمور انه يستنكر هذه الافعال في ديالى ويشجب ايضا هذه الافعال في ديالى، ويقول يجب يفضل ان يكون هناك ان يكون دور للعشائر في ديالى في ما يجري من فتنه في ديالى. كيف تنظر الى الامر سيد صلاح الجبوري؟ تفضل. يعني ابتداء انا ما سمعت كل السؤال اللي عندك، تحيه لك ولضيوفك الكرام. يعني اذا امكن اذا قدرت تعيد لي السؤال، يعني بالاتصال ما سمعت السؤال عادي. مرحبا بك سيد صلاح الجبوري. السيد برهان المعموري زميلك هو ايضا يقول هو شجب واستنكر ما جرت من اعمال في ديالى، ويقول يجب ان يكون هناك دور للعشائر في ديالى لوئد هذه الفتنه، هل تتفق معه؟ بسم الله الرحمن الرحيم، تحيه لك ولجمهور قناه الشرقيه وللاخ النائب برهان المعموري. بالتاكيد يعني عندما تحصل مشكله بهذا الحجم ويحصل يعني تفجير إرهابي في أي مكان من أماكن ديالى، هو الدم العراقي غالي وعزيز في كل الأماكن، وتنظيم داعش الإرهابي عندما يستهدف منطقة الكل تشجب هذه المنطقة، لكن أن يحصل تفجير مزدوج مثلا في قضاء المقدادية ويستشهد عدد من الـ يعني المواطنين الأبرياء الشباب وهم من كلا الطائفتين من السنة والشيعة، ونسبة السنة أكثر من الشيعة اللي استشهدوا بهذا، وتحدث يعني تقوم يعني عصابات إجرامية باستهداف مساجد واليومين متتاليين، بالتأكيد هذه يعني هي تسعى إلى خلق فتنة طائفية في المحافظة، وبالتأكيد أيضا كل الذين يعني لديهم القدرة على إطفاء هذه الفتنة الطائفية سواء كانوا عشائر أو قيادات سياسية أو أي يعني مؤسسة من مؤسسات المجتمع الرسمية أو المجتمع المدني، بالتأكيد يجب أن يكون لها دور، ويجب أن يكون دور للعشائر العربية الأصيلة، لا أن يكون هناك يعني قسم من الأشخاص يدعون تمثيل العشائر وهم ربما لا يمثلون. يجب أن التحرك على الناس الحقيقيين الذين لديهم تأثير في الشارع ولديهم مقبولية لوائد هذه الفترة. طيب ولكن هل تجلسون مع الطرف، يعني هل هناك شخصيات أنتم تخشون؟ يعني دعني أغير السؤال قليلا سيد صلاح الجبوري، سؤالي هو بوضوح، طبعا سؤالي هو إذا طلب منك أن تحدد الجهات التي تتحمل ما يجري في المقدادية، من هي هذه الشخصيات التي تتحمل ما يجري؟ يعني سواء لنقل نبدأ من رئيس الوزراء إلى شخصيات أخرى، لو طلب منك تحديد قائمة من هذه الشخصيات التي تتحمل ما يجري في المقدارية تحديدا، يعني ابتداء مسؤولية الحفاظ على أمن وسلامة المواطنين مرهونة بكل المؤسسات الأمنية وكل القادة، ابتداء من السيد القائد العام للقوات المسلحة، من وزير الدفاع، وزير الداخلية، قائد شرطة ديالى، قائد عمليات دجلة، قائد الفرقة، القادة الأمنيين، وحتى القادة يعني ضمن الرقعة الجغرافية. لحد هذه اللحظة أنا أقول كل هؤلاء يتحملون. وأيضا يوم أمس عندما كان السيد هادي العامري التقى بمجموعة قليلة من يعني من أعضاء مجلس النواب، وكنت أنا من ضمنهم، هذا الكلام نقلناه، قلنا له تكلمنا مع السيد القائد العام للقوات المسلحة على الوضع الأمني في ديالى، قال تكلموا مع السيد هادي العامري، وأنا بالنص قلت للسيد هادي العامري الآن الكرة في ملعبك، وأنت أحد الأشخاص الذين نعتب عليهم إذا لم يتم استتباب الأمن بصفتك، يعني بصفتك السياسية وبصفتك أنت أحد يعني قادة الحشد والمسؤول الأمني، لأنه إحنا عندما نتكلم مع السيد في اجتماعات نحضر مع السيد قائد عمليات ديالى ودجلة، كل كلامه حسب توجيهات السيد هادي العامري وحسب أمر السيد هادي العامري. إذا أيضا السيد هادي العامري له دور في هذا الموضوع، وهو الرجل يعني عندما تكلمنا معه بهذه الطريقة قال بالحرف الواحد أنا ملزم في ثلاث ملفات، ملف مقاتلة داعش وكنا معه، وملف مقاتلة العصابات والميليشيات الإجرامية بلغته هو اللي محسوبة وأحيانا تشوه سمعة الحشد الشعبي، وملف إعادة النازحين. قال أنا مسؤول أمام الله وأمامكم وأمام
الشرع والقانون بهذه الملفات الثلاث. فقط يعني للتأكيد سيد صلاح جبور، أنت قلت معلومة مهمة، هل قلت أن قائد عمليات ديالة ودجلة قالا لك بأن تذهب إلى أن تتحدث مع السيد هادي العمار أو العامر أو القائد العام للقوات المسلحة؟ لا، القائد العام للقوات المسلحة، القائد العام للقوات المسلحة هو قال لك ذلك؟ يعني قال اذهب الى السيد هادي العماري العامري، فقط اكد رسمي باستلام الملف الامني في محافظة ديالى من الحكومة وقت السيد نوري المالكي في الحكومة السابقة، والان نفس الامر، ويوم امس عندما تكلمنا معه قال الامر لحد الان نعم موجود، وانا يعني هناك تخويل له من القائد العام للقوات المسلحة في مسؤولية الامن في هذا يعني في هذه المحافظة. يوم أمس عندما تكلمنا مع السيد هادي العامري قلنا له السيد القائد العام للقوات المسلحة يقول الملف الأمني يعني بإمكانكم التعاون مع السيد هادي العامري في هذا الموضوع. طيب أنت قلت بأنك التقيت السيد هادي العامري في الاجتماع، يعني مع العلم أن السيد أحمد المساري قال السيد هادي العامري لم يكن حاضرا في هذا الاجتماع، لا أعلم إن كان نفس الاجتماع يقصد أو يقصد اجتماعا آخر، ولكن إن كنت حاضرا في هذا الاجتماع ماذا دار بينكما؟ ماذا دار مع السيد هادي العامري؟ ابتداء كان هناك اجتماع للكتلة تحالف القوى العراقية والوطنية في منزل الدكتور سليم الجبوري، ونحن في الاجتماع يعني نقل لنا بأن السيد هادي العامري يريد اللقاء بالكتلة البرلمانية، بما أن الكتلة البرلمانية شأن داخلي وهناك مواضيع عديدة للنقاش، تم الاقتراح بأن يعني يتم الاجتماع مع السيد هادي العامري في مكتب السيد رئيس مجلس النواب مع مجموعة قليلة من أعضاء مجلس النواب من أعضاء تحالف القوى العراقية والوطنية، فاختيروا 6 شخصيات للجلوس معه، وأنا كنت أحد هذه الشخصيات، يعني هو لم يحضر اجتماع تحالف القوى العراقية. حدثنا عن هذا الاجتماع، ماذا جرى؟ الذي قال ماذا جرى؟ أحمد جرى مناقشة، أولا نقل المعاناة ونقل كل الأمور التي حدثت في قضاء المقدادية وبصراحة وبكل شفافية للسيد هادي العامري، وكل الأعضاء الذين تكلموا أولا بروح الوطنية لوأد الفتنة التي لا سامح الله ربما ستحصل في محافظة ديالى، فالكل تكلم بوأد الفتنة، والكل تكلم يجب أن يكون حصر السلاح بيد الدولة، والكل تكلم يجب أن نتفق على محاربة داعش ومحاربة هذه العصابات الإجرامية الإرهابية الميليشياوية بالحرف الواحد. قال السيد هادي العامري قال أنا قلت حتى للأخوة في التحالف الوطني أنه هذه العصابات هي أخطر من داعش، ونحن أيدناه في هذا الكلام، لأن هذه الداعش موجود منظمة إرهابية تقتل وتسفك الدماء، لكن أن تكون في منطقة آمنة على سبيل المثال مثل المقدادية، وللتوضيح أيضا مركز المقدادية أخوان لحد يعني لم يكن محتلا من داعش حتى نقول بأن هناك قوات تقاتل داخل المقدادية، المقدادية أساسا لم تحتل من قبل داعش. طيب، لكن هناك في شمال المقدادية عدد من القرى تم يعني تم احتلالها من قبل داعش وتم تحريرها من بزمن طويل. طيب سيد الجبوري، يعني لنكن أكثر شفافية، أنت ابن ديالى وأنت تعلم هذه الملفات وأنت تحدثت مع الشخصيات الأمنية، بصراحة يعني هذه العصابات الميليشيات السائبة سميها ما شئت، هذه التي تقتل والتي فجرت المساجد طبعا والتي قتلت الأبرياء من المدنيين، يعني هذه العصابات من أين؟ هل هي عناصر منفلتة مندسة من داخل ديالى، من يعني من محافظة ديالى، أم أنها من خارج ديالى، أم يعني ما المعلومات التي لديكم بصراحة؟ يعني هو يوم أمس بصراحة يوم أمس عندما تكلمنا مع السيد هذا العامري قال بالحرف الواحد بأنه لا يوجد لديه مقاتلين من خارج ديالى، المقاتلين الموجودين في ديالى هم قوات الشرطة، وقوات الشرطة معظمها من محافظة ديالى، وقوات الفرقة الخامسة ربما فيها مقاتلين من محافظات أخرى لأن هذا جيش، وهناك قوات الحشد الشعبي اللي أيضا هم من محافظة ديالى. أنا أعتقد هذه العمليات التي تحدث الآن أو هذه يعني هدم المساجد والاعتداء على المواطن التي تحدث، هذه تخدم داعش، هذه في مصلحة داعش، وهو يعني حتى السيد رئيس مجلس الوزراء وحتى السيد مقتدى الصدير وحتى أخوة آخرين الكل يقول هؤلاء عناصر عصابات مندسة
احيانا تتغطى بغطاء الحشد الشعبي وللإساءة ايضا للحشد الشعبي. فهؤلاء بالتاكيد هم من اهالي محافظه ديالى وليس من محافظات اخرى. طيب دعنا نعود الى السيد برهان المعموري فقط في مداخله، ومن ثم نعود ايضا للسيد السيد قحطان ايضا. سيد قحطان خفاجي، نعم السيد برهان المعموري. سيد برهان المعموري، ما فهمنا الآن من زميلك السيد صلاح الجبوري النائب عن الديالة وهو أيضا عضو لجنة التنسيق العليا، ما فهمنا منه أن السيد هادي العامري هو أيضا مسؤول عن ملف الأمن في ديالة، كما قال هو الآن أنه تحدث مع القائد العام للقوات المسلحة فقال له تحدث مع السيد هادي العامري، والسيد هادي العامري تحمل 3 ملفات كما أوضح السيد الجبوري. هل تحدثتم مع السيد هادي العامري حول الأوضاع الأمنية في ديالة وفي المقدادية تحديدا، وأنتم من كتلة واحدة لنقل من نفس التحالف على الأقل؟ نعم أخي العزيز، احنا كنا في اليوم الثاني بعد برفقة السيد رئيس لجنة الأمن والدفاع ذهبنا مباشرة إلى قضاء المقدادية، وأخذنا معظم وسائل الإعلام للاطلاع على الحقائق التي تحدث في قضاء المقدادية، وكان هناك اتصال مباشر مع الأخوة في التحالف الوطني بكافة الكتل السياسية ليس فقط السيد هادي العامري، وكان هناك رأي واحد وواضح واتفاق واحد، وكذلك كان هناك كلمة موحدة هو أنه كل أعمال الإجرامية سواء كانت عصابات خارجة عن القانون وأعمال إرهابية متمثلة بداعش والتفجيرات، الكل متفق على أن يكون حصر السلاح بيد الدولة، هذا واحد. هناك إنشاء غرفة عمليات مشتركة لمنع كافة الأرتال العسكرية سواء كانت الجيش، الشرطة، الحشد الشعبي، غيرهم من الفصائل المسلحة التابعة تحت غطاء الحشد الشعبي، الكل متفق على أن تكون هناك غرفة عمليات مشتركة لحركة هذه الأرتال لمنع المتسللين والذين يتخذون غطاء بعضهم أنهم عصابات إجرامية صراحة واضحة للجميع تحاول زعزعة الأمن والاستقرار. وهذه هي العصابات، هي ليس عصابة تابعة نقول لها لجهة معينة، وإنما هي عصابة أصلا تريد هناك مكاسب شخصية ومكاسب تريد الفوضى حتى تستغل هذه الفوضى من أجل مكاسب شخصية خاصة بها. طيب سيد برهان معموري، دعني أكون أكثر شفافية معك، أكثر صراحة، يعني الوضع حقيقة الوضع صعب الآن، لكن نحتاج إلى صراحة كي نشخص العلة حقيقة. ألا ترى بأنكم أنتم في ديالة، طبعا ديالة من مذاهب نحترم جميع المذاهب، من مذاهب سنية من مذاهب شيعية، أكيد بالتأكيد نحترم هذا التنوع الجميل في ديالة، هذا النسيج، ولكن ألا تعتقد أن الأمن في ديالة عندما يستهدف يتم استهداف 8 مساجد، يتم استهداف من المواطنين تحديدا من السنة، ألا تعتقد بأن هذا أيضا قد يعكس أشياء سلبية على المذهب الآخر الموجود المتعايش في ديالة، مثلا على الشيعة، يعني على الأقل في ديالة، وأنتم بما أنكم تمثلون الطائفة الشيعية هناك في ديالة، أنتم يجب أن تكونوا أحرص على أمن ديالة في ديالة. يعني كيف استمر الوضع إلى أن تفجير 8 مساجد وقتل من أهل السنة مثلا؟ يعني أسف لهذه المصطلحات، ولكن هذه حقيقة، هذه حقيقة. نعم يعني. نعم حبيبي، هذه حقيقة. نعم. أنا موظف الشفافية. فقط قبل أن تقل إلى إجابتك لو سمحت الآن، قبل أن تقل إجابتك سيد برهان المعموري، ابقى معي لو سمحت، ابقى معي فقط سيد برهان المعموري، لم نسمعك الآن. حتى لو كان هناك تحالف وطني، التحالف الوطني تحالف يتكون من عدة مكونات أو أحزاب سياسية، لكن مو معنى أنه يدافع عن الشيعة ويترك السنة. السنة أنفسنا، نحن لا نفرق بين السنة والشيعة، هذا كلام أخذ من عضو مجلس نواب، ويترك عضو مجلس نواب أخذ من كلام أخ لك أنه السنة والشيعة لا يوجد فرق بين هؤلاء. إحنا الفرق اللي موجود هو نحن نخدم الجميع، هذا واضح أمام الله سبحانه وتعالى. هناك براءة الذمة، هناك أمور أخلاقية وإنسانية، نحن متفقون على كل شيء. أول شيء، نحن معاناة أهلنا في ديالة، وسواء كانوا نازحين هم نفسهم اللي إحنا الآن نطالب بعودتهم، وهناك اتصالات كبيرة وجهود كبيرة نبذلها من أجل إعادة أخوتنا السنة. لا فرق بين السنة والشيعة، إحنا أكثر شفافية حتى نعطيك هذه الشفافية، وأنا أكثر الأمرار
أؤكد على أنه أتحفظ من كلمة السنة والشيعة، هذه مصطلحات فرضت علينا بسبب هذا الواقع مع الأسف. لكن أنت تقول يتحدث بكل شفافية، نعم نحن ندين كل عمل إجرامي، ندين كل إنسان يحاول أن يسيء للعراق ولمحافظة دياله. محافظة دياله خط أحمر، أمنها خط أحمر، مكوناتها خط أحمر. إذا كنت أدعي فأنا سني وأنا شيعي وأنا كردي وأنا رجل من هذه، أي مواطن من هذه المحافظة. فعلى الكل وعلى الجميع وعلى الأخوة السياسيين وبالخصوص القوى الأخرى أن تتحلى بالصبر، والكل متفق على أن نكون هناك كلمة واحدة اللي هي ننبئ الإرهاب والطائفية، وكذلك دحر كل من يريد أن يعيث الفساد في هذه المحافظة، والكل متفقة ونحن على تواصل مع الأخوة في الأقسام العراقية وغيرها من القوائم الأخرى. طيب إذن طبعا أشكرك سيد برهان المعمور أيضا النائب عن الدياري عن التحالف الوطني. طبعا نبقى مع هذا الخبر العاجل حول أنباء طبعا عن تغيير وزير الداخلية. هناك جهات سياسية أيضا وأيضا عدد من الوزراء حاولوا الدفع باتجاه تغيير وزير الداخلية، ربما أيضا خاصة حول ما أيضا من المواقف التي اتخذها من دخول الأفغان في الزيارة الأربعينية أيضا، وكان ضد هذا الدخول. ربما أيضا دفع بعض الوزراء ودفع بعض الجهات السياسية إلى أن إقالة هذا الوزير وتغيير هذا الوزير، ولكن جاء الرد حاسما يبدو من السيد هادي العامري رئيس كتلة بدر النيابية أيضا، وهو قال بأنه رد على أنباء تغيير محمد الغبان: لا وزير للداخلية غيره. إذن هو يؤكد أيضا أن وزير الداخلية هو محمد الغبان ولن يتغير. وأيضا أنه فقط للتذكير، وزير الداخلية محمد الغبان قد تعرض إلى محاولة اختطاف من قبل بعض الميليشيات أيضا، وربما فقط ليس محاولة اختطاف فقط، ربما اختطاف واغتيال أيضا يتبع تلك المحاولة. إذن الرد جاء من هادي العامري يقول: لا وزير للداخلية غير محمد الغبان. نبقى الآن في هذا الملف، ما زلنا في هذا الملف. السيد قحطان خفاجي ما زلت معنا، آسف التأخير ولكن الحوارات كثيرة، الملفات عدة. أشكرك لسعة صدرك معنا، ولكن المشهد السياسي والمشهد الأمني في العراق مشهد معقد حقيقة. كيف يمكن أن يستتب الأمن في العراق في هذه التجاذبات والتنافرات في هذا المشهد الأمني الذي أنت وصفته أيضا أحد الأسباب هو ابتعاد المهنية وأيضا بقي فقط في الطائفية أو المذهبية؟ تفضل. المعضلة الأساسية حبيبي للأمن العراقي هي ليست خلاف بين قوة معينة أو القوة التي ستحسم هذا الخلاف، بقدر ما هو خلاف عقائدي فكري سياسي. لذلك إذا أراد العراقيون أن ينهضوا بأمنهم عليهم أن يصححوا العملية السياسية أساسا وآلياتها الفكرية ثانيا وتشريعاتها، وأن ينتبهوا إلى طبيعة تكوينية للأحزاب السياسية التي تتربى على قمة الهرم السياسي في الدولة العراقية، حتى تقلل من الاحتقانات العقائدية والمذهبية التي بنوا عليها مجدهم وبنوا عليها وجودهم. إذن في تصورتنا متواضعة أن المشكلة في العراق الأمنية هي مشكلة خلاف عقائدي فكري، تبنى كل طرف فكرة تتقاطع مع فكرة الآخر، بل إلى حد أن تنفي وجود وفعالية وشرعية الطرف الآخر، وبالتالي أتوقع أن الأمور هذه ستستمر، سيما وأن هذه الأفكار لها امتدادات إقليمية تسعى إلى تأجيجها. ولعل ما نسمع الآن من حلف تتزعم السعودية وعمقها المذهبي المحدد وأمريكا من خلفها، والآن بدأ يترشح للساحة حلف مقابل إيراني عراقي سوري وعمقه الدولي هو روسيا، وبالتالي إذا ما فلح الجانب السعودي فالعراق سوف يتمزق، وإذا ما فلح الجانب الإيراني العراق سوف يتمزق. إذن عزيزي المسألة الأمنية العراقية هي مسألة تخص الجانب العقائدي الفكري
الذي ابتنت عليه العملية السياسية والأحزاب السياسية ما لم يتم معالجة هذه الحالة. ولعل الزملاء الذي كانوا قبل قليل يتحدثون بالتأكيد وطنيتهم عالية لا شك، رغبتهم لخروج العراق مما هو فيه لا شك، ولكن أقول لهم أخي العزيز حاولوا أن تخرجوا من الثوب الذي ألبستموه إياكم وهو المذهبية والطائفية في تكويناتكم المذهبية، لكي يكون كلامك مصدره أساسا عمقه الإسلامي الحر لا مذهبي المقيت الذي أدخلنا في مآزق، ولا رؤيتك الضيقة للحالة. اذهب إلى حيث العراقية، إلى حيث الإسلامية. أما تتحدث وأنت تمثل الكتلة الفلانية بالعقيدة الفلانية بالمذهبية الفلانية سوف لن يسمعك الطرف الآخر أي كان أنت وأي كان الطرف الآخر. إذن المعضلة الأساسية يا أخي العزيز ويا المسؤول العراقي قبل غيره في المسألة الفكرية العقائدية التي تتلحف بها كل الجهات السياسية إن لم يتم تصحيحها لم يتم. ثم على المسؤول العراقي أن يقول للشعب العراقي بالذات من نحن، ما هي هوية العراقي، ما هي غايات الشعب العراقي، ما هي طموحات الشعب العراقي، لكي تخلق قبل قليل قلنا تخلق علاقة الحسية المطلوبة للأمن ما بين المواطن المتلقي للفعل وبين صاحب القرار. لأن الجانب الأمني ليس قرارات فحسب بل سلوك معين وسلوك المقبول، المقبولية والحدث والفعل يتفاعلان مع بعضهما يهيئ حالة استقرارية نفسية بين الشعب العراقي. أقول هنا للأخوة المسؤولين أن ديالة كما هي تنتج فاكهة متنوعة مختلفة، فطبيعة بشرية في محافظة ديالة تضم كل العراق وكل الإقليم، ففيها من الشيشان والداغستان وفيها من المسلمين وفيها من المسيح وفيها من كل أجناس وحتى أكراد أفولية وأكراد غير أفولية. فديالة رائعة شدة تورد رائعة جدا، ولكن هناك رغبة في أن تجعل هناك تغيير عرقي في مسار معين لغايات معينة يسعى لها أطراف كثيرة. لذلك نقول عودوا إلى عراقيتكم أيها المسؤولين الأمنيون، عيدوا أيها الساسة إلى عراقيتكم وترفعوا عن مذهبيتكم وافهموا الآخر كما تفهموه. ستكون أنت في حل الصحيح الأمني لا في كثرة عدد المقاتلين. ولنا دليل واضح، العراق لدينا 1.5 مليون مقاتل، وصرفنا على الأجهزة الأمنية ما يقارب حوالي $500 مليون، ولكن ليس لدينا لا قوة أمنية فعالة ولا جيش فعال، ولا ليس لدينا قناعة عراقية شعبية بفاعلية جيش عراقي. إذا نحن العراق منذ 2003 ذهب بالاتجاه الخطأ، إن استمر بهذا الاتجاه سوف لن يخلص مما هو عليه. ولعلنا نرى أن اللي حصل مجرد تفجير من إجرامي في منطقة شهربان في السوق تتهدم كذا نجد وتهجر عوائل. يا ترى نفس الذين قاموا بعملية تفجير أكملوا مشوارهم؟ إذن أين القوى الأمنية وأين الفصائل المسلحة؟ إذن هناك خلل كبير في التكوين الأمني وفي عقيدة الأمنية وفي العقيدة السياسية. لذلك هنا المشكلة تكمن، ولم يصحح الجانب العقائدي والفكري الأمني وغير الأمني السياسي لن نخرج من مأزقنا الأمني. السيد قحطان الخفاجي أستاذ العلوم السياسية، شكرا جزيلا على وجودك معنا في هذا الحوار. نبقى مع السيد صلاح الجبوري. السيد صلاح الجبوري، يعني قبل قليل أنت حصرت، طبعا قيل لك بأنه حصر الملف الأمني لديالة بشخص السيد هادي العامري، ولكن ربما يعني ينظر كثيرون إلى أن هذا ليس مقنعا. يعني السيد هادي العامري لا، هو ليس بوظيفة أمنية كوزير دفاع وزير داخلية أو ما شاكل ذلك، يعني هو يقود، هو ضمن الفصيل ضمن الحشد الشعبي. يعني أن يناط به ملف ديالة، هل أنيط به رسميا؟ يعني ألا توجد قوة أمنية في ديالة أيضا؟ يعني هل أن جميع القيادات، قيادة الديالة، قيادة دجلة، هل هي تحت أمرة السيد هادي العامري؟ حدثنا عن هذا الموضوع، يعني هل هو مقنع؟ هل هذا سيقنع أهالي ديالة مثلا؟ يعني أخي العزيز، أنا لم أتكلم شيء يعني خارج الواقع. نعم. هناك أمر من الحكومة السابقة عندما كانت برئاسة السيد نوري المالكي أن تحول السيد هادي العامري بملف الأمني في محافظة ديالة. ويوم أمس أنا قبل قليل أنت قلت يعني في كلامك مع السيد برهان المعموري على أنه السيد رئيس مجلس الوزراء، أنا قلت له وهو قال لهادي العامري لا، سيد رئيس مجلس النواب عندما يتكلم مع السيد
رئيس مجلس الوزراء يقول له تفاهم في الملف الأمني مع السيد هادي العامري. نعم. ويوم أمس السيد هادي العامري جاء بناء على توجيه من السيد حيدر العبادي رئيس مجلس الوزراء، وجاء واجتمع مع ممثلي كتلة تحالف القوى العراقية والوطنية. هذا الكلام مو أنا اللي يعني مو أطلق جزافا أو أطلق. أشكرك على التوضيح. هذا الكلام موجود وموثق، وهو الرجل أبلى بلاء حسنا في قتال داعش في ديالة وغير ديالة، لكن ملف الأمن في محافظة ديالة منذ اليوم الأول لدخول داعش هذه المناطق كان المشرف عليه هو السيد هادي العامري. طيب سيد الجمهوري، هل تعتقد بأن هذا الموقف تحديدا هو الذي ربما أثار حفيظة السيد سليم الجمهوري رئيس مجلس النواب، وربما هو الذي أيضا يعني أنتم في اتحاد القوى ككتلة سياسية طبعا هو الذي دفعكم إلى إصدار هذا البيان، إلى مقاطعة جلسات البرلمان ويعني وأيضا الحكومة؟ حدثنا بصراحة بشفافية. يعني أنا أتكلم بصراحة وبشفافية. طيب. الموقف ليس من موقف الشخص هادي العامري، بالعكس الشخص هادي العامري يبدي مرونة وتعاون مع السيد رئيس مجلس النواب، ولقاءاتهم مستمرة على أعتقد أحيانا أسبوعيا اللقاءات موجودة مع السيد هادي العامري. أما البيان ليس له علاقة بشخص، البيان الذي صدر هو مجموعة تراكمات. يعني صحيح الموضوع حصل في موضوع المقدادية، لكن الموضوع هو مجموعة تراكمات ابتداء من جرف الصخر، من تبجير المساجد في الحلة، من حصر الناس على في النخيب وفي الرزازة، وعدم السماح للمواطنين بالعودة إلى مناطقهم المحررة في يثرب وفي سليمان بيق وقرى عامرلي وفي العظيم وفي بعض مناطق ديالة في السعودية وجلولة. كل هذه التداعيات وما حدث من تبجير واعتداء على المساجد هو من دفع إلى إصدار هذا البيان، وليس البيان ضد شخص أو هو يعني نتيجة تعامل شخص بالملف الأمني. قطع أنكم ستباشرون أعمالكم بصورة طبيعية في البرلمان والحكومة، أم أنكم ستستمرون في هذه المقاطعة وإلى متى؟ يعني البيان الذي طرح اليوم وقراه السيد رئيس التحالف القوى العراقية الدكتور أحمد المساري مقاطعة جلسات البرلمان للجلستين القادمتين، هذا كان القرار، وهناك إجراءات أخرى وهو مخاطبة يعني الأمم المتحدة، مجلس الأمن الدولي، الولايات المتحدة الأمريكية، سفراء يعني الدول الأوروبية المعتمدين في العراق، وكل المنظمات الأخرى للحصول على تطمينات لحماية المواطنين في هذه المناطق، ومنها يعني طلب الحماية الدولية. السيد صلاح الجبوري عضو لجنة التنسيق العليا والنائب عن محافظة ديالى كان معنا في هذا الحوار، شكرا جزيلا لك. مشاهدينا حصادنا مستمر ونتابع فيه. أسبوع على جريمة اغتيال السيف الحسن في ديالى والجنات بلا عقاب، واليونسكو تدين اغتيال مراسل الشرقية نيوز ومصورها. أود أقول إذا كان الاستهداف لشخص سيف طلال فهناك العشرات من الصحفيين أمثال سيف طلال في محافظة ديالى ويستطيعون أن يخدموا أبناء المحافظة. نعم. وإذا كان الاستهداف لقناة الشرقية فقناة الشرقية مصنع الأبطال، وهي من صنع السيف طلال، وبإمكانها صنع جيل. نعم. جيل وافي من الصحفيين لنقل الحقيقة ومتابعة المفسدين. يمر اليوم الثلاثاء أسبوع كامل على جريمة اغتيال فريق الشرقية نيوز في ديالى السيف الحسن على يد ميليشيات سائبة من دون محاسبتها ومن دون تقديم الجنات المعروفين أمنيا إلى العدالة.
واغتالت ميليشيات سائبة في ديالى في مثل هذا اليوم من الأسبوع الماضي مراسل الشرقية نيوز الشهيد البطل سيف طلال ومصوره الشهيد البطل حسن العنبكي لدى عودتهما من قضاء المقدادية لكشف حجم الدمار والخراب الذي حل بالمساجد الثمانية التي فجرتها ميليشيات معروفة. ومر أسبوع دون أن تكشف لجان التحقيق التي اعتادت الأجهزة الأمنية على تشكيلها لتسويف المحاسبة مرة من دون كشف الجنات أو تفاصيل الجريمة البشعة التي هزت الأوساط الشعبية والسياسية في ديالى والعراق ومهدت لتدويل الانتهاكات في المحافظة. وإذ تنعى مجموعة قنوات الشرقية مجددا وأبدا شهداءها الأبطال على طريق الكلمة الحرة والمهنية فإنها تؤكد بقائها الصخرة التي يسقط كل من يتناطح معها وستتخذ من هذه الفاجعة شرارة جديدة لمواصلة عطائها المهني والوطني. هذا وأدانت المديرة العامة لليونسكو إرينا بوكوفا جريمة قتل المراسل التلفزيوني الشهيد سيف طلال والمصور الشهيد حسن العنبقي التي وقعت في بعقوبة في ديالى يوم 12 من الشهر الجاري. وقالت بوكوفا في بيان: إنني أدين جريمة قتل سيف طلال وحسن العنبقي، مضيفة أن استخدام العنف لإخراج الصحفيين يضعف حرية تدفق المعلومات ويقوض الحق الأساسي من حقوق الإنسان وتعني حق حرية التعبير، وبالتالي يضعف قدرة الصحفيين على القيام بواجبهم المهني وهو إيصال المعلومات للجمهور. ودعت بوكوفا في البيان السلطات كافة لتقوم بكل ما يلزم من أجل التحقيق في هذه الجريمة وسوق المجرمين أمام المحكمة. حول هذا الموضوع ينضم إلينا الإعلامي العراقي رعد هاشم. أهلا بك أستاذ رعد. أسبوع يمر على اغتيال شهيدي الشرقية، هذين الشهيدين اللذين قضيا على يد ميليشيات سائبة معروفة دون محاسبة المجرمين، هل تعتقد بأن المجرمين أصلا سيتم محاسبتهم؟ والله هناك حقيقة تأكيدات من قبل رئيس الحكومة أنه يعني أنهم مسكوا جنات، مسكوا خيوط لهذه الجريمة، ونتمنى أن يكون هذا الرجل ينطق خيرا بهذه المسألة بالذات ومسائل عالقة أخرى في ديالى. حقيقة الجرائم التي ارتكبت في ديالى وإن كانت تغطياتكم المتواصلة والحدث الجلل باستشهاد زملائنا الصحفيين السيف والحسن قد أعطت تسليطا للضوء حقيقة التغطية مميزة ووصلت أو وصل صداها إلى حتى مستويات أممية، وهذا ما نفخر به في يعني هذه القناة أو هذه الوسيلة الإعلامية العراقية المتميزة، هذه الوسيلة اللي يفخر بها كل من يعرف مصداقيتها ومن ضمنها المنظمات الأممية، ولكن للأسف في بلدنا اللي يجب أن يكرم الإعلامي تكرم مثل هكذا قنوات إعلامية مضحية يكون صوت الحق فيها مطمورا أو يقصد بأن تكمم الأفواه للأسف في أشنع جرائم لانتهاك الحريات، وحقيقة من المؤسف والمخجل أن تنبري اليونسكو ومنظمات أممية أخرى إنسانية وحقوق إنسان أن تنبري للتعبير عن الأسف فحسب أو فيها أيضا شيء من التهكم بصدد ما يجري في العراق من انتهاك لهذه الحريات حقيقة. ولكن نقول إن كان من يعني بروز أو من إيصال لصوت لهذه الجرائم ككل ومن ضمنها جريمة اغتيال زملائنا الصحفيين فتغطيتكم حقيقة وبلا مجاملة أوصلت صوت كل الثكالة، كل اليتامى، كل الجرائم التي طبعا ليس في المقدادية، أنا أؤكد أنه هناك مدن أخرى ومن ضمنها طبعا مدن يعني سيطرت عليها داعش ونزح منها أهاليها، الآن من الصعب أن يعودوا.
لذلك نجد أنه يعني مثل التركيز على هكذا نقاط تتعلق بحرية الناس ككل وحرية الرأي العام، حرية الإعلام بشكل خاص، هذه يعني مهما طرقتم عليها أو كلما طرقتم عليها عفوا يكون حقيقة مستوى إيصال هذه المعاناة مأجورا عليه، أنتم مأجورون عليه كوسيلة إعلام، مأجورون عليه الشهداء وهم غياب عنا. نتمنى أنه مزيد من هذه الشجاعة حقيقة والجرأة، لأنه مهما نكشف من خبايا حقيقة للشراذم التي تعيث في الأرض جراما، نجد آخرين للأسف من موقع مسؤولية يكرمون من يتوجب عليهم محاسبة أو المحاسبة بجراء تقصيرهم. طيب سيد رعد، يعني هذه الجريمة جريمة اغتيال مراسل ومصور الشرقية نيوز، يعني ليست جريمة عادية، يعني المنظمات الدولية اليوم تشجب وتستنكر وتدين هذا الاغتيال. هل هذا يعني ما تشعر به المنظمات الدولية بأن حرية التعبير في العراق اليوم أصبحت مهددة، وبالتالي لابد من أن تأخذ الحكومة العراقية خطوات عملية على الأرض من أجل أن تكون هناك حرية للتعبير وأيضا كشف الحقائق على ما يجري في الأرض؟ بالتأكيد أستاذ، هو يعني ليس وليدة اليوم حقيقة هذه الانتهاكات بحق الصحفيين والإعلاميين وحتى فئات الشعب ككل، يعني ولكن لأنه الإعلامي مميز، لأنه الصحفي مميز ويحظى برعاية واهتمام مؤسسته كما هو شأن شهيدين الأبطال السيف والحسن حقيقة، ربما وهم في جناتهم محظوظون لأنهم حظوا يعني برعاية ليست رعاية وسام أو قلادة من قبل الأخ البزاز، ولكن حظوا بأنه كشفوا للعالم من خلال قناتهم، من خلال تضحيتهم بأرواحهم التي هي غالية علينا حقيقة، كشفوا للعالم مستوى التواطؤ مع حقيقة جرائم، يعني اللي من نحكي ونقول ميليشيات يزعلون، نقول قوة خارجة من القانون أو عن القانون ربما شوي هاي ترضيهم، ولكن المصيبة أنه القائمين على أو القائمون على الأمن في المنطقة سواء هذه المقدادية ولا حتى ديالة ككل وربما حتى المحافظات الأخرى التي تعاني نفس معاناة ديالة أخف منها، الوكسة أو الانتكاسة أنه يعني الأمر جدا طبيعي لديهم وكأنه حصل خرق، وما الذي جرى يعني تحصل في هذه، ما عندهم غير هل ماسكيها هل لازمة علينا، وتحصل بأرقى الدول، يعني أنتم اللي يحصل بالعراق هو قليل، يعني أنتم تريد تقارنون أنفسكم مثلا خرق قانوني يصير بأمريكا ولا بريطانيا مثلا، الخروقات متعددة، الأمر يختلف، يعني هو ليس أيضا نقول وليد هاي الحادثة نكرر، الأمر يستهينون بحقيقة بحقوق الناس، يستهينون بمقدراتهم، يستهينون بحرياتهم، ويقولون أن الأمر طبيعي ويجري في كثير من البلدان مثل هكذا حوادث، ويزيدون من ذلك أنه وماذا دهاهم ساسة التأجيج حتى يؤججوا بهذا العنف الطائفي. طيب أنت يا من تدعي هذا الادعاء لماذا أصلا لا تحاسب المقصرين أو تحاسب نفسك أولا، لأنه حصلت ضمن قاطعة مثل هكذا خروقات، وخروقات ليست طبيعية لا يسكت عنها، قتل أو التسبب في قتل العشرات وحقيقة غدرهم، ونكرر ونقول هي ليست وليدة هذه الحادثة وليست وليدة اليوم، هذه الخروقات مثل هكذا أمور حينما يستهان بها فإن بالضرورة تكون استهانة بالإنسان العراقي نفسه. طيب أستاذ رعد، يعني هذا الاستهداف وهذا الاستخفاف بأرواح البشر
يعني أصبح علامة في العراق، يعني أصبح شيئا عاديا في العراق. اليوم ليس الصحفيون هم وحدهم المستهدفون والذين يتعرضون للاعتداءات، اليوم حتى بعض المسؤولين عندما نستضيفهم هنا على شاشة الشرقية يتخوفون من تصريحات معينة أو الإدلاء بشهادات معينة قد تتسبب لهم بالضرر، فما بالك بالصحفي الذي هو بمهمته الأساسية إيصال المعلومة الحقيقية. اليوم كيف سيتم توفير البيئة الآمنة للصحفي حتى وإن كان في المناطق الخطرة حتى يقوم بواجبه وبالأمر الذي يجب أن يقوم به والذي كفله له حتى القوانين والتشريعات الدولية؟ هو للأسف يعني هذه تطرقنا عليها في برامج سابقة على قناتكم الكريمة، أنه تفعيل قانون الصحفيين فيه فقرات كثيرة على ضرورة تأمين الحماية الأمنية للإعلامي للصحفي بالذات في مهامه الخطرة، على ذكر جنابك حتى في الأماكن التي يمارسون نشاطهم أو تغطياتهم، ونقصد بها الأماكن الحرجة كمثل مناطق النزاعات أو الحرب كما يجري في مناطق كثيرة في العراق، ومنها الأنبار ومنها الأعمال اللي تشهد أمور انتقامية طائفية كالمقدادية وديالة ككل. نقول أنه ليس هناك تفاؤل في أنه مثل هكذا دولة أو مؤسسات أمنية مخترقة حتى من جهات خارجية، وأنا مسؤول عن كلامي هذا، لا يتفاءل بأن يحظى الصحفي للأسف الإعلامي وصاحب أي مهنة شريفة ممكن أن توصل أو تعبر عن رأيها للناس. الآن بات الشخص الذي يكتب على صفحات التواصل الاجتماعي هو مطاردا، فكيف يظهر لامعا ومتميزا في قنوات فضائية وينقل رسالة ويوصل خروقات أمنية؟ إذن نتفائل ربما بشيء ما بسيط أنه يفعل قانون الصحفيين الذي على أدراج مجلس النواب، ولا يبقى مجلس النواب ومن ضمنهم النواب السنة يتمشدقون لنا بمقاطعات أو مغادرة جلسات، وهناك يحصل فيما بعد تبويس لها وإعادتهم إلى أماكنهم في البرلمان أو في الحكومة. لا، الأمر هنا يعني يختلف، يتوجب من أعضاء مجلس النواب، أنا أقصد بخصوص الصحفيين والإعلاميين، أن يعني يستنهضوا هممهم وأن يتركوا هذه المقاطعات ويعملوا على فرض حضورهم حقيقة لكي ينتصروا أو ينصفوا زملائنا الصحفيين الإعلاميين وفي مقدمتهم شهدائنا الأبطال السيف والحسن وزملائهم من قبلهم. والشرقية جادت ومنها ومعها قنوات كثيرة فضائية وقنوات أخرى وصحف جادت بشهداء كثر. مطلوب إقرار قانون الصحافة، وهذه ضرورة ملحة من قبل جميع الإعلاميين وزملائنا الصحفيين. نعم، الإعلامي العراقي رعد هاشم كنت معنا، شكرا جزيلا لوجودك. شكرا لك. نعم مشاهدينا، بهذا نصل وإياكم إلى ختام هذا الحصاد، نشكركم على طيب المتابعة، إلى اللقاء. إلى اللقاء.